In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear students of the Sanawiya Al-Amma and Al-Azhar, a new edition of your English program, School on Air. أحبائي طلاب الثانوية العامة في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من مراجعات ليلة الامتحان. مع بعض النهاردة إن شاء الله أحبائي الحلقة الثانية إن شاء الله هنستكمل اللي بدأنا فيه الحلقة اللي فاتت، وهو الجرامر الموجود في المنهج بتاعنا. كنا اتكلمنا في الحلقة بتاعت امبارح الجزئية الخاصة بالوحدات من 5، 6، 7، 8، ناقشناهم بالتفصيل. أتمنى طبعا أن يكون يعني غطينا كل الجزئيات. النهاردة إن شاء الله نستكمل مع بعض من الوحدة الثامنة، التاسعة، العاشرة، 11، 12، وهكذا إن شاء الله مع بعض. عايزكم طبعا يعني نتابع الحلقات دي، طبعا بتعاد مرة تانية، موجودة كمان على اليوتيوب، فياريت نستفيد مع بعض. كنا وقفنا امبارح عند الجزئية بتاعت الباسيف فويس، وقلت لكم طالما الباسيف موجود في وحدتين اللي هي الوحدة السابعة والتامنة، يبقى أكيد مهم جدا في الامتحان، وعلى الأقل هيبقى فيه جملتين. تمام؟ ايه الفكرة؟ احنا كل الجمل بتاعتنا زي ما قلنا بتبقى choice، يعني اختيار. الفكرة في جملة الباسيف ان انا اشوف هل الكلمة اللي بدأت بها الجملة subject ولا object، هل هي فاعل ولا مفعول. اذا كانت فاعل يبقى اكيد هبعد عن الباسيف، هتبقى الجملة بالنسبة لي active. ابعد عن الباسيف يعني ايه؟ يعني ما تختارش بيه والتصريف التالت. تاني، بدأت الجملة بالفاعل، ما تختارش بيه والتصريف التالت. بي يعني ايه بقى؟ اللي هو ام او از او ار او واز او وير او بين او بينج او بي نفسها، دي كلها اسمها فيرب تو بي، واتفقنا قلنا الكلام ده بالتفصيل امبارح. والتصريف التالت من الفعل. لكن لو بدات الجمله بتاعتك بالمفعول، بالمفعول يبقى لازم تدور على بي تصريف تالت. يعني ايه؟ جيت قلت لي مثلا ذا روم، الغرفه، والفعل في الاختيارات كلمه كلين. كلين دي موجودة في كذا تصريف أو في كذا شكل، يعني مكتوب مثلا is cleaned، مكتوب cleans، has cleaned، مكتوب مثلا will be cleaned. تمام؟ فإيه علاقة الروم الغرفة بكلمة clean ينظف؟ الغرفة ما بتنظفش، الغرفة تنظف. تنظف، شايفين الضمة كده؟ تنظف، يعني معنى كده إن الكلام passive، مجهول. مجهول يبقى سيادتك تدور على شكل من أشكال verb to be وتصريف تالت. احنا قلنا مثلا is cleaned و will be cleaned، مثلا موجود is cleaned، ادي is، ادي verb to be، و cleaned تصريف تالت، will be cleaned، ادي be و cleaned نفس الكلام. هنا بقى ساعتها ادور على التنس بتاع الجملة، اشوف يا ترى الزمن المناسب من خلال الكلمة الدالة على الزمن، الكلمة المناسبة. تمام؟ يبقى بالنسبه لي ده الاجابه الصحيحه. الموضوع سهل جدا جدا وما نقلقش، وانا وريتكم امبارح بنشتغل ازاي في الباسيف. هقول اطاله سريعه لكن استحملوني، انا طبعا بقول بشكل سريع جدا على اساس ان عايز اغطي اكبر قدر ممكن، لان عايز احنا طبعا لسه عندنا مش بس الجرامر ده، احنا عايزين نخلص من الجرامر، لسه عندنا القصه، عندنا الديالوج، عندنا الباراجراف، عندنا الكومبريشن باسجز اند سو اون، حاجات كتيره جدا، ترجمه وحاجات كتيره جدا. تمام؟ فخلينا نخلص النهارده الموضوع بتاع الجرامر باذن الله. تمام؟ طيب، يعني لو جيت قلت مثلا جملة كده احبائي، قلت مثلا ادي الجملة بتاعتنا اللي هي بتقول the room، تمام، وعندي space، وعندي مثلا كلمة every day. تمام؟ في choices بتاعتي طالما جرامر هيبقى حاجة موجودة بكذا شكل، مثلا be cleaned مثلا، او ادي will be cleaned الاول، عندي be مثلا is cleaned، عندنا cleaned، عندنا مثلا cleans. هتلاحظوا ان هو الفيرب نفسه كلمة clean موجود في اشكال مختلفة. سريعا، the room هي الغرفة، علاقتها ايه بكلمة clean؟ الغرفة تنظف وليست تنظف، يبقى الغرفة أصلا هي أوبجكت، دي بالنسبة لي كده مفعول. تمام؟ مفعول أدور على مين؟ على بي والتصريف التالت. الناس اللي مش عارفة بي شكله إيه النهاردة، تاني بقول بي يعني آم أو إز أو آر أو واز أو وير أو بين أو بينج أو بي، تمن أشكال. واتفقنا لو وحدهم ام واز وار يبقى بريزنت سيمبل، مضارع بسيط.
was وير يبقى ماضي بسيط. بين تصريف ثالث لازم قبلها فيرب تو هاف، هاز او هاف او هاد، هاز وهاف بريزنت بيرفكت، هاد بين باست بيرفكت ماضي تام. بينج قبلها ام او از او ار تبقى مضارع مستمر، واز او وير تبقى ماضي مستمر. كلمه بي بقى قبليها كل المودال فيربس اللي هم كان وكود وشال وشود وماي ومايت وماست اند سو اون. تمام. طيب ادي فيرب تو بي، لازم بعديه بقى لازم احط ايه التصريف الثالث او ذا ثيرد كونجيجيشن اوف ا فيرب، التصريف الثالث من الفعل. طيب تفرقت بالمفعول يبقى عايز فيرب تو بي ويل بي، ادي كلمه بي وتصريف ثالث، لان ممكن مثلا يقول ويل بي كليننج مكتوب اي ان جي، ده مش تصريف ثالث ما ينفعناش، مكتوب ويل بي كليند. طيب از ده يا حبايبي هو فيرب تو بي وكليند تصريف ثالث. طيب يبقى عندي دي تنفع ودي تنفع، لسه هنشوف. كليند بقى تصريف ثالث او ثاني لكن ما فيش فيرب تو بي، ما تنفعش دي، ما تنفعش معانا. كلينز ده بريزنت سيمبل مضارع بسيط، لا هو فيه فيرب تو بي ولا تصريف ثالث، برضه ما ينفعش. كده عملنا استبعاد لاجابتين. طيب ما انت بتقول دي صح ودي صح، لا طالما الاثنين كده ارجع للجمله، في حاجه اسمها تايم ريفرنس، كلمه داله على الزمن، كلمه every day كل يوم، الادفيرب ده بالنسبه لنا. طبعا ده بيتكلم على كل ما ده ايه بريزنت سيمبل، حاجه بتحصل باستمرار، اذا كانت حقيقه فاكت يعني او هات. تمام كده. طيب لو ويل يبقى ويل ده في المستقبل، لو مكتوب tomorrow يبقى اوكي مفيش مشكله، tomorrow كلام في المستقبل او next week، لكن انا ما عنديش مستقبل، ده انا عندي every day عادة بالنسبة لنا، يبقى بختار مضارع بسيط is والتصريف الثالث. الناس اللي بتسأل وانا سامعكم كويس قوي بتقولوا ازاي is cleaned ده اصلا مضارع بسيط، اقول لك حبيبي في الباسيف فويس في المبني للمجهول اللي بيحدد الزمن هو الفيرب تو بي، اقول تاني في المبني للمجهول اللي بيحدد الزمن هو فيرب تو بي وليس لنا علاقة بالتصريف الثالث. يعني مكتوب is cleaned يبقى is مضارع بسيط يبقى الجملة مضارع بسيط، was cleaned was ماضي بسيط، طب is being cleaned تبقى present continuous مضارع مستمر، has been cleaned تبقى مضارع تام present perfect، has بقت had been had been cleaned تبقى past perfect ماضي تام، وهكذا. يبقى اللي بيحدد زمن الجملة هو verb to be في الباسيف وليس التصريف الثالث. ده شكل بسيط جدا للجملة اللي ممكن اشوفها وابدأ ابني اختياراتي في الامتحان ان شاء الله. تمام. طيب لو جاني مثلا جمله بقى بتبقى دايما فيها اللي هي احبائي الافعال المودال فيربس اللي هم كان كود شال شود ماي مايت ماست نيدنت از جوينج تو اللي هو بي جوينج تو على بعضها، يعني طبعا ام از ار تو، ام تو يعني زي ماست، از تو زي كلمه ماست، ار تو زي كلمه اند سو اون. تمام. تعال نشوف مثال. مثلا لو جه مثلا قال لي منى از جوينج تو clean the room، منى هتنظف الغرفة. منى is going to clean the room، الفاعل السبجكت بتاعنا احنا اتفقنا الكلام ده امبارح، قلنا الفاعل هو منى. was going or what is she going to do، هتعمل ايه؟ she's going to clean هتنظف، يبقى ده الفيرب. clean what تنظف ايه؟ the room، يبقى ده بالنسبة لنا الاوبجكت، فاصبح عندي subject verb object s v او، دول بالنسبة لنا مهمين جدا اعرف ايه هي الحاجات المكونه للجمله، لان الجمله without an object لو ما فيش مفعول يبقى مش ممكن احولها للباسيف فويس المبني للمجهول. طيب كنا بنعمل ايه شطار؟ كنا بنخلي نغير الاماكن، يعني ناخد مثلا the room الاول بنخليها في الاول كده، ادي كلمه the room، وكنا بناخد الفاعل ده نخليه في الاخر ونحط قبليه كلمه باي، باي منى. طبعا على فكره كلنا عارفين ان مش بالضروره يعني باي فلان، لو كتب لي اسم زي منى اكتب باي منى مفيش مشكله، طبعا ما بجيش رايت في الامتحان بس بوري لك يعني، لان على الاقل كلمه بي دي اصلا بتسهل الموضوع قوي، اعرف ان الكلام ده بالنسبه لي باسيف فويس. طيب لكن اكيد طبعا هي وشي وقيت ما اعرفش مين، يبقى مش مضطر اكتب باي هيم او باي هير اند سو اون. خلينا حددنا فاعل، فعل مفعول، المفعول مكان الفاعل، الفاعل مكان المفعول مسبوق بكلمه باي، وكنا بنتخيل ان فيه مستطيل كده خانتين. طب ليه؟ عشان اكتب القاعده بتاعتي بتاعت الايه الباسيف فويس اللي هي بي والبي بي، انا بسميهم 3 بي، حتى بفتكر من كلمه باسيف بي بفتكر 3 بي، بي بلس بي بي. بي ده اللي احنا قلناه ام از ار واز وير بين بينج بي، تمام كده، وده تصريف كام؟ ثالث. طب كنت بعمل ايه؟ كنت باخد سهم من فيرب تو بي واطلعه للفعل الاصلي، اخد سهم كده طالع من فيرب تو بي للفعل الاصلي.
وباخد سهم من الفعل الاصلي ونزله التصريف الثالث، فاكرين صعود هبوط. تاني سهم من فيرب تو بي للتصريف الثالث، او سوري للفعل الاصلي بتاع الجمله، وسهم من الفعل الاصلي بتاع الجمله اللي هو كلمه كلين للتصريف الثالث. اتفقنا امبارح ان الخانه دي هي الاسهل. طيب يعني ايه؟ يعني سيادتك هتجيب كلمه كلين تصريف ثالث، كلين تبقى ايه يا شطار؟ تبقى كليند، كلنا عارفين. يس، حطينا اي دي، ادي اصبح عندي تصريف ثالث. اي فعل منتهي باي دي في الثاني يبقى في الثالث اي دي. خلي بالكم على فكره ده ممكن طبعا ثاني وثالث، بس هنا بالنسبه لنا تصريف ثالث، ثيرد كونجيجيشن. تمام. طيب هنا بقى عايز بي زي كلين، عايز بي زي كلين، يعني انا قلت لك حط حتى علامه يساوي كده. تمام، ايكوال ايه بقى؟ يعني بي عايز يكون فيه زيه زي بي، اللي حصل في كلين يحصل في بي. طب ما هي كلين اصلا فيرب تو كلين، ما حصلش فيها حاجه خالص، لان بعد تو حتى في مصدر، يبقى بي مصدر، بي ايه مصدر. هتكتبوا لي كلمه بي زي ما هي على اساس ما فيش حاجه حصلت مع كلين. عارفين كلين دي لو مكتوب كليند ماضي، يعني ما فيش از جوينج تو، مكتوب كليند ماضي، كنت جبت الماضي من بي اللي هي ووز او وير. طيب لو مكتوب اصلا هاز او هاف كليند، يعني تصريف ثالث كليند، كنت جبت بي تصريف ثالث، كانت بقت كلمه بين. لكن طالما هي مصدر يبقى دي مصدر زي ما هي، ما فيش تغيير. فعل بي ده فعل غريب شويه، المصدر بتاعه بي وتصرفاته مختلفه، بيبقى قام بيتغير الشكل بتاعه، لكن كلين فعل عادي بحط له اي دي. تمام. طيب ادي بي، اللي طبعا اللي بين الفاعل والفعل كلمه از جوينج تو هنزلها بقى، ده اللي بنسميه المودال فيرب بتاع، لازم ينزل زي ما هو، تبقى از جوينج تو. بقت الجملة بتاعتي the room is going to be cleaned، the room is going to be cleaned، الغرفة يجب أن أو سوف تنظف. طبعا كنا عارفين is going to وكلمة will هنناقشهم بعد كده. تمام. طيب زي بالظبط كده لما أقول إيه مثلا، you should study، وقلت مثلا hard، you should study hard. طيب لما تيجي تحدد سيادتك تقول لي فين الفاعل؟ يو. طب والفعل؟ استادي. استادي وات؟ تذاكر ايه؟ اذاكر هارد؟ لا، ده حال بالنسبه لنا، انا عايز ايه اللي اذاكره؟ الجمله دي ما فيهاش مفعول، يبقى كلمه تحولش، ما تنفعش. يو شود ستادي انجلش. اصبح انجلش ده هو المفعول بتاعنا، تذاكر انجليزي او تدرس انجليزي. طيب يبقى لو كده ايه؟ ادي الفاعل وادي الفعل وادي المفعول، هبدا بكلمه انجلش. طيب اتخيلت ان فيها باي بواسطتك يعني مش بالضرر اكتبها، ورسمت المستطيل بتاعي، ادي بي وتصريف ثالث، طبعا بطلع بسهم من بي لستادي وسهم من استادي لكلمه ايه للبي بي. طبعا استادي في التصريف تبقى كلمه بقى هتبقى ستادد، ادي تصريف ثالث. طيب هنا بقى بي لازم يبقى زي استادي، استادي حصل فيه تغيير؟ ما حصل. بي زي ستادي تبقى بي زي ما هي، لان هنا ما حصلش تغيير، نفس الكلام هنا ما حصلش. انزل كلمه شود، انزل كلمه ايه؟ شود. بقت الجمله بتاعتي انجلش شود بي ستادد، انجلش شود بي ستادد. هذا الكلام ينطبق على كل المودال فيربس. تمام كده؟ زي ما كده بالظبط، يو ويل ستادي انجلش، يبقى انجلش ويل بي ستادد. شود تبقى شود بي. اي مودال فيرب الجمله بتبقى ازاي في الاكتف في المعلوم؟ في فاعل، في فعل ناقص، وبعد كده بيبقى في الفعل الاصلي في المصدر، يعني مثلا فعل زي كلمه ويل، بعدها الفعل في المصدر زي مثلا قلت ويل مثلا، بعدها كلين، وبعد كده في مفعول. لكن في الباسيف، في الباسيف دايما في مفعول، بعد كده فعل ناقص، بعد كده بي، وبعد كده تصريف ثالث. فعل ناقص، بي، تصريف ثالث. تمام كده؟ طيب هنا بقى نقدر نقول ان احنا يعني اتكلمنا عن الباسيف، ولكن في تريكات وحاجات صغيره جدا كده بتيجي. زي ايه مثلا؟ لما يقول لي الباسيف ستراكتشرز اللي هي بيبول سي، الناس فاكراها طبعا، وبنقول لي تسيد والتعبيرات دي كلها. الباسيف ستراكتشرز دي ببساطه كالاتي، تعالوا نبص مع بعض. لو جه قال لي مثلا بيبول، الناس، سي، الناس بتقول، بتقول ايه الناس؟ ذات، اني مثلا، علي ول مثلا وين ذا ميدال، هيفوز بالميداليه.
people say that Ali will win the medal. الناس بتقول ان علي هيفوز بالميداليه. طب لو انا قلت لكم الجمله دي كده بالعربي وعايزكم تحولها بالعربي لباسف فويس لمبني المجهول، هتقولوها ازاي؟ الناس بتقول ان علي هيفوز بالميداليه. هتقولي كده والله يقال ان علي هيفوز بالميداليه، يقال. شطار، يعني قلت له ان كلمه بيبول سي الناس بتقول. هو في حد يا جماعه بيقول غير الناس؟ يعني الفعل اصلا كلمه سي قاصر على البشر، سي ثينك بليف ريبورت كليم ادمت، الافعال دي كلها مرتبطه بالبشر، ما بيقومش بيها الحيوانات وغيره، لا كلمه يقول دي مرتبطه بالبشر. طب انا مش عارف مين اللي قال، مكتوب بيبول، مش مكتوب مثلا ذي او مثلا مكتوب احمد او مثلا ايا كان الاسم، لا هنا مكتوب بيبول، فاصبح بالنسبه لي بدل ما اقول الناس بتقول اقول كلمه ايه بقى شطار كده بالعربي، يقال. اهو ضم الاول اهو، تبقى كلمه يقال. يقال ترجمتها ايه في الانجليش بقى؟ يقال ترجمتها ات، يقال ده مضارع يبقى ات از، وتصريف كام؟ تالت ات السد. يبقى بيبول سي اتحولت ات السد، الناس بتقول بقت يقال، يقال ان علي سوف يفوز بالميداليه، يعني معنى كده سيادتك هتكمل عادي جدا ذات علي ويل وين ايه ذا ميدل، ات السد ذات علي ويل وين ذا ميدل. يبقى ما نغلبش نفسنا، انا حطيت ات وعملت القاعده على فكره المستطيل بعينه، ادي فيرب تو بي تصريف تالت، تصريف تالت من كلمه سي بقت سد، سي مضارع جبت بي في المضارع بقى از، فانا ريحتكم بيبول سي تبقت السد، خلصت. طب حد يقول لي ده شكل من الاشكال، الشكل الاول اللي كنا بنحط فيه كلمه ات وبعد كده فيرب تو بي اللي هو ام واز وار وتصريف تالت وبعد كده ذات وباقي الجمله، ذات وباقي ايه الجمله اللي هي ايه بقى هنا ذات عالي ويل وين ذا ميدل اهي بعد ذات، والشكل ده ادي كلمه ات ادي فيرب تو بي اللي هو از عشان جمله مضارع، سي بقت ست تصريف كام تالت. طب الشكل التاني شطار كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب فاعل الجمله الثانيه. ايه ده، هو في فاعلين في الجمله؟ بيبول فاعل الجمله الاولى، لكن علي سوف يفوز بالميداليه ده فاعل الجمله الثانيه، دي جمله فيها فاعل وفيها فعل وفيها مفعول، فاصبح علي ده هو فعل الجمله الثانيه. يعني بالعربي كده ايه؟ علي يقال عنه انه سيفوز بايه بالميداليه. هعمل ايه ساعتها بقى؟ هجيب فاعل الجمله الثانيه اللي هو علي. طب ما نفس الفيلم بعينه اللي هو بي تصريف تالت، بي تصريف ايه تالت. طيب هتعامل مع ويل؟ لا، نفس الفعل علي يقال عنه، يبقى الفعل سي بعينه، الجمله مضارع يعني علي هياخد از لانه مفرد، لكن لو علي وحسن مثلا تبقى هتبقى ايه علي عند حسن ار حسب فعل الجمله، تمام، او حسب الفاعل، ادي از تصريف كام بقى من سي تبقى سد، بقت علي السد، علي السد، تمام. طالما سيادتك بدات فاعل الجمله الثانيه جبت بي تصريف تالت يبقى تحط لنا تو وتستنى، تحط ايه تو من عندك، فعل القاعده هي فعل الجمله الثانيه فيرب تو بي تصريف تالت حط لنا تو، تو بقى ترجع للجمله الثانيه، الجمله ايه الثانيه لسه ما حصلتش، علي سوف يفوز، لو لسه ما حصلتش تحط تو بعدها مصدر، المصدر ايه بقى كلمه وين، تبقى تو وين، تو وين ذا ميدل، تو وين ذا ايه ذا ميدل، يبقى علي الست وين ذا ميدل. طب لو مكتوب علي يا رجاله ويا انسات يا شطار، مكتوب مثلا علي ون، يعني الجمله جايه ماضي، تمام كده، او حتى لو علي مكتوب مثلا هاز ون، يعني ماضي او حتى مضارع التام، طالما الحدث حصل يبقى تو بعديها هاف، هزود هنا كلمه هاف، زود كلمه هاف، كنا عارفين ان هاف دايما تصريف تالت، من وين تبقى ون، تبقى تو هاف ون ذا ميدل، تو هاف ون ذا ايه ذا ميدل. يعني باختصار انا عندي قاعدتين اتحرى منهم، لو انا شفت دايما مثلا ادي كلمه ات يا حبايبي ولقيت نقط ومكتوب كلمه ذات، مثلا ذا اكزام امتحان ان شاء الله، مثلا ويل بي ايزي سيكون سهل، اللي بين ات وذات لازم فيرب تو بي تصريف ثالث، فيرب تو بي تصريف تالت، ات از سيد يقال، ات از بيليفد يعتقد، او حتى في المستقبل ات بيليفد ات ويل بي بيليفد، او ات ويل مثلا ات ويل بي سيد سيقال، في الباست ات واز سيد ات واز بيليفد اند سو اون. يبقى القصه دي اصلا هي فيرب تو بي وتصريف تالت في الاختيار بتاع سيادتك،
طيب يبقى ده اول حل. القاعده بتقول بقى ادي كلمه ات بعدها بي بعدها تصريف ثالث بعد كده ذات توجد او ما توجدش مش مشكله، لكن هنا بقى الجمله بقى ايه؟ ها الجمله. طيب القاعده الثانيه كنا بنقول ايه بقى؟ ان دايما في فاعل الجمله الثانيه، الفعل الثاني في الجمله الثانيه بعديه بي، وبي قلت ألف مره ام از ار ووز وير بين بي بينج وهكذا. بعدهم ايه بعد فيرب تو بي؟ في احبائي تصريف ثالث عشان ده المبني للمجهول شرط اساسي. وبعد كده في كلمه تو، قد تكون تو وحدها بعدها مصدر او قد تكون تو بعدها هاف. تو ايه؟ هاف. لو تو بعدها مصدر يبقى الكلام لسه ما حصلش، زي اكزام وال، الكلام لسه ما حصلش يبقى تو بي هنا تو بي ايزي. طب زي اكزام واز، زي امتحان العربي زي اكزام واز ايزي، الامتحان كان سهل، طالما حصل يبقى حط هاف. تو ايه؟ هاف. ووز تصريف الثالث منها كلمه بين تبقى تو هاف بين ايزي. اوكي، اتمنى طبعا نكون احنا كده برضو غطينا الجزئيه الخاصه بالباسيف ستراكشرز اللي هي تركيبات خاصه في المبني للمجهول. تمام. طيب ايه اللي عندنا كمان يا احبائي؟ نقطه اخيره كده، لما الحاجات بتيجي مثلا ايه لك اي هيت مثلا بيبل لافينج ات مي مثلا، التعبيرات دي بتيجي كده تركات شويه او حاجات بسيطه يعني، لكن برضه نخلي بالنا منها. تعالوا نجرب كده مثال ونشوف ممكن نحوله لباسيف ازاي. يقول لي مثلا ايه؟ اي هيت، اكره بيبل لافينج ات، لاف ات يعني يسخر من مي. اي هيت بيبل لافينج ات مي. طيب دي شكلها هيبقى ازاي بقى؟ اكيد طبعا هتبقى انا اكره ان يسخر مني او يستهزأ بي، فاصبح طبعا اي ودي كلمه هيت. طالما انا هجيب باسيف احبائي يبقى لازم فيرب تو بي وتصريف ثالث، بي وتصريف كام؟ ثالث. طيب انت كنت بتعمل ايه؟ كنت انا متخيل كده شطار ادي المستطيل وكنت بقسم خانتين واحط بي والتصريف الثالث. طب كنت بتعمل ايه؟ بتاخد سهم من بي للفعل الاصلي. هو فين الفعل الاصلي هنا؟ مش كلمه هيت، ده هي الجمله اصلا بيبل لاف ات مي. تخلي بالكم كلمه هيت ممكن تبقى تو لاف او لافينج، فعل فيه ايه؟ اي ان جي. هيت ولايك من الافعال اللي بعدها، تو مصدر او فعل فيه اي ان جي. تمام كده؟ فهنا صح اي هيت بيبل لافينج ات مي او اي هيت بيبل تو لاف، الاثنين صح. الفكره اي هيت زي ما هي، لكن الجمله الاصليه بتاعتي ان بيبل لافينج ات مي فاعل فعل مفعول. طيب هنا بقى نزلت اي هيت وحطيت الجزئيه بتاعت بي تصريف ثالث، كنت بعمل ايه؟ كنت بحط بي اخد منها سهم واطلعه لكلمه لاف، واخد من كلمه لاف سهم واطلعه تصريف ثالث او دي تصريف as you can see on the screen right now زي ما قدامكم على الشاشه. طبعا كلمه لاف تصريف ثالث تبقى كلمه لافت اللي ايه؟ يو جي اتش. تمام كده؟ بعد كده اي دي لافت، طبعا بنطقها الاي دي بنطقها كانها ت لافت. تمام كده؟ لافت ات، ما انساش حرف الجر كلمه ات اهي، ادي كلمه لافت ات از يو كان سي. ادي فيرب تصريف الكام؟ التالت. اتبقى فيرب تو بي بقى، فيرب تو بي بيبقى زيه زي الفعل الاصلي بتاع الجمله، هي كلمه لاف ايه اللي حصل لها؟ حطيت لها اي ان جي، هتبقى بي برضه فيها ايه؟ اي ان جي، تبقى اي هيت بينج لافت ات، اي هيت being loved at، اكره ان يسخر مني. وصلت؟ طيب لكن نفس الجمله مكتوب مثلا I hate people to laugh at me. الفرق ان hate كان ممكن بعدها laughing او hate بعدها to laugh. هرتبط ازاي بقى هنا بالموضوع ده؟ اكتب I hate. تمام؟ هنا بقى تو لاف يبقى تو بي، زي ما كانت لافنج بقت بينج. ركزوا ركزوا شطار، لافنج بقت بينج يبقى تو لاف تبقى تو بي. تو لاف تبقى ايه؟ تو بي، عشان كلمه لاف قبلها تو يبقى بي قبلها تو. اعتبرهم اولادك الاثنين، اولادك بي واو ايه ولاف، اللي حصل في لاف تمام كده يبقى يحصل في بي، يبقى تو لاف بقت تو بي وتصريف كام بعد بي؟ ثالث من الفعل لاف برضو اللي هي تصريف كام؟ ثالث. تبقى تو بي لافت ات، تو بي لافت ايه؟ ات. ركزوا اي هيت تو بي لافت ات، اي هيت تو بي لافت ات. انا كده اتكلمت على موضوع الباسيف بالتفصيل. تمام كده؟ اتمنى طبعا ما يبقاش عندنا اي مشكله، واكيد طبعا اللي متابع معانا
ان اي سؤال على الصفحه الرسميه بتاعت البرنامج مدرسه على الهواء على الفيسبوك سيب لنا السؤال، واحنا اكيد هنتابع معاك ونجاوب كل الاسئله. طيب نخش عليه دلوقتي احبائي بقى، احنا كده خلصنا الوحده الثامنه بما فيها من جرامر. الوحده التاسعه بقى، الوحده التاسعه اكيد اتحداكم ان موجود في الامتحان، اللي هو الدرس بتاع الكوزيتيف. تمام كده، درس سهل جدا وبسيط وتمام تمام زي الفل. وتعالوا نجرب كده نشوف الجمله بتاعه الكوزيتيف ممكن يبقى شكلها ازاي. تمام، لو افترضنا مثلا انت عندك شخص، بصوا كده يا حبايبي، انا عندك شخص، انا كنت برسمكم دايما حتى كده حتى اثناء الشرح في السنه، الشخص ده انت بتحاول، او الشخص ده بيقنع شخص تاني، الشخص بيقنع شخص، هكتب هنا كلمه يقنع او بيرغم، هيبان قدامك على الشاشه، يقنع او يرغم. تمام كده، ادي انا هكتب ده شخص يا رجاله، لما اقول رجاله مش معناها انا متحيز مثلا للشباب الاولاد والبنات، لا كلكم فرصنا طبعا اولادنا، انا في شخص وفي شخص، يقنع او يرغم، يقنع او ايه او يرغم، يقنع او يرغم احنا فاكرينهم مين؟ شطار عارفينهم فيرب تو هاف، انا سامع الناس شطار بيقولوا، او فيرب جيت، يبقى حد بيخلي حد يعمل كذا. النقطه بقى في التشوز دايما في كلمه يعمل كذا دي. تمام كده، طبعا الشخص ده هيخلي او يرغم الشخص ده. كلمه هاف دي اشكالها كتير قوي، ممكن تبقى هاف، ممكن تبقى هاز، ممكن تبقى هاد، ممكن تبقى ويل هاف. تمام كده، ممكن تبقى مثلا از هافينج، يعني ايا كان. نفس الكلام طبعا على كلمه جيت، جيت لها ماضي اللي هي كلمه جوت اللي هي جي او تي، او ويل جيت براحتكم مفيش مشكله. يبقى فيرب تو هاف او فيرب جيت حسب شكله في الجمله. طيب سيادتك لو شفت هنا كلمه هاف، يبقى لازم هنا تجيب مصدر. مصدر يعني ايه؟ without to، مفيش تو، مفيش تو. لو لقيت كلمه جيت سيادتك تجيب لي تو زائد المصدر، تختار تو زائد المصدر. ده الشكل الاول يا اساتذه. تاني، شخص بيقنع او يرغم شخص، مصدر او تو زائد مصدر. اكيد طبعا ان كلمه جيت شخص ممكن يبقى عندي جيراند، يعني فيرب زائد ايه، ها، اي ان جي، لكن دي ما بتستخدمش او مش جايه كتير عندنا في المنهج، لكن هي صح تو مصدر او فعل في ايه، اي ان جي، يبدا ينطلق في عمل شيء معين، بس انا هركز على تو بعدها ايه، مصدر. يعني ايه عايز تقول ايه؟ لو قلت مثلا ماذر، ادي الام، ادي الشخص الاول، تمام كده، خلتني او جعلتني اقنعتني ايا كان، يبقى هنا كلمه هاد، كلمه ايه، هاد، او كلمه جات، انت جبت الاثنين ماضي، اه هاف بقت هاد، جيت ات جات. الشخص الثاني مي، اهو عندي كلمه مي، الشخص الثاني ماذر هاد مي او ماذر جات مي، الام خلتني او جعلتني، لو حطيت هاد احبائي لازم مصدر، يبقى استضي، هاد مي استضي. مشكلتها بقى تبقى امتى؟ لو قلت ماذر هاد علي، علي الناس متخيله ان علي ستادز، بقلب الواي لاي واحط اي اس، لا، وهتبقى موجوده في التشويس كلمه ستادز وكلمه ستادي، ما نستعجلش، ما اقولش عشان علي مثلا تبقى ستادز، لا، هنا الفعل مرتبط قوي بكلمه هاد اللي هو فيرب تو هاف، فاصبحت مصدر بدون اي اضافات. ماذر هاد مي study، mother had me study. تمام كده، طيب mother got me، ماما خلتني او جعلتني، لازم احط to study، to study، او mother got علي to study. يبقى شخص جعل شخص يفعل، study او to study، مصدر او to زائد مصدر، مصدر بس يبقى الفعل have او مشتقاته، to والمصدر يبقى الفعل get ومشتقاته. وصلت؟ بقول مرة أخيرة إن ممكن جيت يبقى هنا فعل فيه أي إن جي. طيب القاعدة الثانية في الكوزيتيف، لما يكون عندي نفس فيلم، ركزوا أحبائي، يعني عندي شخص، تمام؟ وعندي هنا الفعل بعينه اللي هو إيه؟ يجعل أو يفعل. هنا بقى بدل الشخص فيه شيء، أنا حتى بدل ما كنت برسم مثلث رسمت دايره، يبقى هنا في شخص اهو وهنا في شيء. هنا حطيت بقى ايه؟ الفيرب هاف بعينه ومشتقاته او الفيرب جيت. هنا بقى
لا مصدر ولا تو زائد مصدر. سامعكم يا شطار؟ هنا تصريف تالت. تصريف كام؟ تالت. شخص خلى شيء كذا او حصل. هنا اصل كلمه هاف يعني ايه؟ يحصل على شيء زي كلمه جيت. تمام. طيب لا يعني زي ايه بقى؟ اصلا لو قلنا مثلا اي انا شخص قلت مثلا سوف احصل على، يعني كانت في المستقبل سوف، يبقى لازم ايه يا حبايبي؟ يبقى كلمه will. اي ويل هاف، اي ويل ايه؟ هاف. او اي ويل والمصدر كلمه جيت. اي ويل هاف، اي ويل جيت. طيب مثلا ماي روم ده الشيء يا حبايبي، الغرفه اللي هو الشيء او المفعول. اي ويل هاف ماي روم، اي ويل جيت ماي روم. تصريف كام؟ تالت. شطار، يعني كلمه cleaned. بقت الجمله بتاعتي اي ويل هاف ماي روم cleaned، يعني ام نوت جوينج تو كلين ات ماي سيلف، مش هنضفها بنفسي، حد تاني هينضفها. قلت اي ويل جيت ماي روم cleaned. لاحظتوا؟ شخص حصل على شيء معمول، معمول اسم مفعول تصريف ثالث باست بارتسيبل. تمام كده؟ لكن شخص يجعل شخص يفعل مصدر اذا كان بعد هاف، او تو مصدر لو كان بعد كلمه جيت. اوكي؟ طيب نشوف كده. لو قلت مثلا، هتلاقوا عندي كده اهو قدامنا شارح للكلام ده تاني بالتفصيل سريعا على الشاشه برضو عندكم، مكتوب كلمه طبعا كازيتيف. الدرس نفسه بيتكلم على السببيه زي ما قلنا كازيتيف. قلنا يا حبايبي تكون طبعا في صيغه المبني المعلوم كالتالي: الفاعل المفعول لاجله هو الشخص، يعني مفعول لاجله هو المستفيد يعني، وبعد كده فيرب هاف او فيرب جيت، بعد كده المفعول. هنا طبعا اذا كان هاف يبقى فيه طبعا مصدر بدون اضافات، اذا كان كلمه جيت يبقى لازم تو زائد ايه؟ مصدر. طبعا حسب هاف او جيت حسب زمن ايه؟ الجمله. يعني مثلا لو جيت قلت لي ايه؟ علي از هافينج، ما فيش مشكله ابدا، علي از هافينج. اميكانيك، انا عندي شخص المستطيل اهو، والميكانيك ده برضه شخص يبقى مستطيل. تمام كده؟ شخص وشخص، ادي هاف يبقى ما مصدر، كلمه فيكس يصلح العربيه الان، عشان از هافينج يبقى ناو، بريزنت كونتينوس مضارع مستمر. طيب هنا في شخص اللي هو علي، وادي الميكانيك شخص تاني، ولكن الفعل في الدور ده بقى جيت، از جيتنج مضارع مستمر، جيت يبقى لازم احط تو زائد مصدر. اظن كده الصوره واضحه قوي، ادي تو زائد مصدر وكملت الجمله بتاعتي. اوكي؟ طيب لو جينا قلنا بقى في الصوره الثانيه بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا فيها على لو هي جايه اصلا في مع شيء بقى مش شخص. بصوا كده على الشاشه حبايبي، يس مكتوب عندي الشخص اللي استفاد، عشان كده بقول مفعول لاجله، حاجه اتعملت له. تمام كده؟ طبعا ده غير الباسيف، جبنا هاف او جيت. هنا بقى مفعول غير عاقل، انا كنت برسم الشخص ده، ده شخص مستطيل، وبرسم المفعول غير عاقل يعني شيء كنت برسمه دايره عشان اميز، وهنا في النص هاف او جيت. هاف او جيت في الحالتين طالما ده شيء، تصريف ثالث. تصريف ثالث اللي هي ايه؟ بي بي. تمام كده؟ طبعا هنا قلنا علي هاز او جيتس، ادي شخص، وادي الفيرب تو هاف اللي هاز او جيت، وهتلاقي اسم على المفرد مع علي. بعد كده هيز كار، ادي الشيء يا حبايبي، ادي مسطط، ادي مثلث، وادي دايره الكار. يبقى في الحالتين هستخدم التصريف التالت كلمه فيكست، صلحت باي اميكانيك. طيب في حاله السؤال بقى نستخدم الفعل المساعد لزمن الجمله. يعني ايه؟ قلت مثلا بسال وين داز علي هاف هيز كار فيكست. هي اصلها علي هاز، علي ايه؟ هاز. هاز فعل اساسي بالنسبه لي، بسال عنه بفيرب تو دو مع المفرد، تبقى وين داز علي هاف. الناس تركز ان علي مش هاز، ما انت داز او دو او ديد لازم فعل في المصدر، هاف اسمه فيرب تو هاف، يبقى وين داز علي هاف هيز كار فيكست، او وين هاز علي جات، هاز تصريف كام؟ ثالث، هيز كار فيكست. تمام كده؟ طيب لتكوين طبعا صيغه السببيه من الفيرب اي ان جي، تعال نشوف. لو قلت مثلا شي لايكس كليننج هير هاوس، هنا بالنسبه لنا مش بوزيتيف، هي بتحب تنظيف منزلها، لكن هي بتحب ان تمتلك، بتجيب حد ينظف لها بيتها، تبقى شي لايكس هافينج، لان لايك اصلا بعديها فيرب في اي ان جي، ادي الشخص، وبرضه تو هاف لايكس هافينج، وادي الشيء، تصريف كام؟ ثالث، كليند. او شي وود لايك، عارفين كلنا ان كلمة وود لو جت بعديها كلمة لايك او فعل لايك لازم تو زائد مصدر، تبقى شي وود لايك تو كلين هير هاوس، يبقى في الكوزيتيف شي وود لايك تو هاف، شي وود لايك تو ايه؟ تو هاف هير هاوس كليند. اتفقنا كده احبائي؟ اتمنى طبعا ان احنا
نكون يعني غطينا الجزئية الخاصة بموضوع الكازاتيف اللي هو السببية. طبعا زي ما قلت كتير، لو مكتوب هنا دايما تخلي بالك كده في شخص مستفيد، يعني مثلا قلت ايه، منى كليند ماي روم، منى نظفت غرفتي. في الباسف كلنا عارفينها تبقى روم، ماي روم واز كليند، ماي روم واز كليند. لكن لو قلت انا اخذت غرفتي متنظفه، اللي استفاد الايجنت الشخص، تبقى اي المستفيد. وبعد كده فيرب تو هاف حسب زمن الجمله، اي هاف تمام كده، او هاد حسب الجمله بتاعتي ماضي، لان كليند ماضي، يبقى اي هاد. بعد كده المفعول هو ماي روم، تصريف كام تالت، تعال نكتبها. قلت مثلا منى كليند ماي روم، منى كليند ماي روم، ادي فاعل، فعل مفعول ماي روم. هنا مش باسيف، الباسيف كنت ازاي اكتبها لكم باسيف؟ فاكرين كنت بقول ماي روم الاول، وكنت بقول فيرب تو بي حسب زمن الجمله، كليند ماضي يبقى ووز ماضي، تصرف كام تصرف ثالث كلمه ايه كليند، بقت ماي روم واز كليند باي مين، باي منى، مفيش مشكله. لكن في الكوزيتيف في السببيه بكتب القاعده بتاعتي المستفيد، الشخص المستفيد، لما اقول ماي روم غرفتي انا، يبقى المستفيد هو الايجنت، ادي مستفيد، اكتبوا كده المستفيد. عارفين طبعا ايجنت معناها وكيل او عميل، ماشي. بعد كده فيرب تو هاف حسب زمن الجمله، الجمله دي ماضي كلين يبقى دي هاد، الجمله دي ويل كلين في المستقبل تبقى ويل هاف حسب زمن الجمله. مكتوب هنا كلينز مضارع بسيط، تبقى هنا هاز مضارع بسيط، تمام كده. طيب بعد هاف المفعول، الاوبجكت مفعول بتاع الجمله، زائد تصريف كام تالت، دي شكل الكوزيتيف، شخص استفاد، وبعد كده فيرب تو هاف حسب زمن الجمله، مش فيرب تو بي، بي لما كان كان باسيف، لكن هاف لما يبقى كوزيتيف. طيب بعد كده مفعول تصريف كام تالي، تعالوا نطبق الكلام ده، مين اللي استفاد؟ انا ماي روم، تبقى اي. خش على هاف، الجمله مضارع ولا ماضي؟ ماضي، تبقى اي هاد. بعد كده المفعول، المفعول ايه؟ اللي هي غرفتي، تبقى ماي روم، اي هاد ماي روم، تصريف كام تالت، اللي هو طبعا من كلمه كلين تبقى كليند، اي هاد ماي روم كليند، تمام كده. طيب عشان كلمه ما تستغربوش لما تلاقوا مثلا جمله يقول لك ايه، مثلا شو تشويس مثلا كده، اختيار وفراغ كده، يقول لك مثلا عالي، ومكتوب كلمه كلين مثلا يور مثلا روم، او مثلا مثال عالي، بلاش كلمه كلين كل شويه كده، دو مثلا يور مثلا هوم وورك، ومديني ايه بقى؟ مكتوب مثلا هاف الاختيارات، ومثلا جيتس، ومثلا هاز، طبعا كلها تبقى كابيتال عشان نبدا جمله، جيتس هاز، ومثلا هات، او حتى جات، ايا كان. ايه ده؟ عالي كلين يور روم، او عالي دو يور هوم وورك، فكروا انت شويه، الجمله قدامكم. انا بتكلم هنا بقى ايه، انا بقول لك اقنع علي ينظف الغرفه، او اقنع علي يعمل الواجب. كان المستر محمد بيقول ان شخص خلى كفاله شخص تاني يعمل كذا، شخص اقنع شخص، ما انا بقول لك خلي فلان، يعني انت خلي فلان، كانك انت انا بخاطبك، فاستغنيت عن المثلث الاول. عايز بقى الفعل بتاع اللي هو كلمه هاف او جيت، والاثنين موجودين، هاف او جيت، فيرب هاف او فيرب جيت، تمام كده. طب ايه ده، انا اكتب هاف علي، هاف علي، انا عارف ان علي لو جاي اصلا تبقى ايه، علي لو جه الاول تبقى علي هاز. طب حد يقول لي اكتب هاف وهنا ما فيش تصريف ثالث، ايوه ايه المشكله، ده انا بقول لك انا بدي لك زي اوردر او نصيحه، ادفايس، فاصبحت علي هاف علي كلين، يعني خلي علي بالعاميه بتاعتنا كده يا حبايبي، خلي علي ينظف، هاف علي كلين، هاف علي كلين. ايه ده، هاف كانك بتطلب من شخص، ما انا بستخدم اصل الفعل، زي ستادي، ستان اب، جو اوت، وهكذا، والنافي على طول دونت، حتى بعينك كنت اقول لك دون هاف علي كلين، شفت لو كنت فيها تمام، فحطيت كلمه هاف علي كلين. انا عارف قوي ان لا ماشيه معاها علي، مش ماشي معاها هاف، ولا ماشي معاها حتى كلمه كلين،
يعني كتب علي كلينز مثلا او حتى هنا هاز، والناس تقول لي طب انا حطيت هاف يبقى تصريف ثالث، لا هي هاف علي كلين يور ايه يور روم، ده كوزاتيف، خلي علي نظف غرفتك. او ايه كمان نفس القصه هنا، كنت قلت هاف علي دو، انا عارف ان علي داز، ولما احط هاف تبقى دان، وانا ما اقدرش اقول هاف علي دان، كنت قلت هاز علي دان، وكنت عملت سؤال، انا ما بسالكش، انا بقول لك خلي علي يعمل كذا، بديلك نصيحه مثلا، يبقى هنا كنت هقول كلمه ايه هاف، بقت ايه هاف علي دو يور هوم ورك، اقنع علي يعمل لك الواجب، تمام كده. او لو مكتوب تو يا حبايبي يعني تو دو او تو كلين، انا عايز كده سمعتكم كلكم شطار، قلت لا والله لو في تو يبقى هنا في جيت، في ايه؟ لان الجيت هي اللي بعدها الشخص وتو مصدر. طب اخدها مثلا جات اللي جي او تي، قال لا، ولا جيت زي مكتوب عندي، قال لا ده لازم الاصل بتاعها، انا بنصح شخص يبقى استخدم اصل الفعل، تبقى كلمه ايه؟ جيت، جيت علي تو كلين او جيت علي تو دو يور هوم ورك. احنا كده خلصنا الكوزاتيف، تمام؟ طيب نخش بقى على درس مهم جدا 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 من الدروس بتاعتنا، اللي هو ايه بقى يا حبايبي؟ درس الدايركت اند اندايركت سبيتش، او دايركت اند اندايركت، او ريبورتد سبيتش، كل هذه مسميات للدايركت والاندايركت سبيتش، الكلام المباشر والكلام غير مباشر. ده موجود بقى في الوحده التاسعه، العاشره، 11، 12، ثلاث وحدات. طيب في ظل ان احنا لغينا من الوحده 15 و16 17 18، يبقى بدل ما كان بيجي فيه سؤالين ده ممكن يجي فيه ثلاثة، عشان كده مهم جدا في التشايس، تمام كده. الدرس بتاع الدايركت واندايركت سبيتش باختصار، انا عندي الدرس ده بينقسم لثلاث اجزاء، جزء بنناقش فيه الجمله الستيتمنت، الجمله الخبريه، وجزء بنناقش فيه الجمله الكويشن بشكلها اللي هو ريبورتد كويشنز اذا كانت يس نو كويشنز او دبليو اتش او اتش او كويشنز، وكمان بنناقش الجزئيه بتاعه الاوردر او الجمله الامريه، تمام؟ تعالوا حبايبي نشوف كده شكل الجملة ازاي. تعالوا كده نبص يا حبايبي نشوف مثلا لو انا جيت قلت مثلا سامي مثلا سيد تو مي اي ويل مثلا attend يعني يحضر the party الحفلة tomorrow. طبعا سيادتك الجملة زي كده لازم أول سؤال بتسأله لنفسك في الامتحان، هل الجملة دي direct ولا indirect؟ طب وليه بسأل؟ على أساس التعامل مع الجملة الدايركت مختلف عن التعامل مع الجملة الاندايركت. أعرف إزاي؟ بشكل بسيط جدا، طالما في converted commas هنا، التنصيص ده أو الكوتيشن ماركس، طالما موجود كده يبقى الكلام ده مباشر دايركت. دي the actual words of the speaker، دي كلمات الشخص المتحدث زي ما هي، ما اتغيرتش. طب عشان تحولها، أنا معلش هشتغلها بالشكل التقليدي الأول، أحولها من دايركت لاندايركت، أوريك اللي بيحصل إيه، وهخليك تاخد ايه معاك تحل بيه، تمام؟ بص بقى يا حبايبي، اول حاجه سيادتك بتطلع اربع اشياء تركز عليهم كويس قوي. اول حاجه اللي هو انتروداكتوري فيرب، فعل القول، كلمه سيت تو، وتروح مديها رقم واحد حتى لو بقى رصاص كان في امتحان، سيت تو. تاني شيء بتشيك عليه، انت كده بره التنصيص، قال التنصيص اهو بره التنصيص، ليس لك علاقه لا بسامي ولا بمي، مالكش اي علاقه بره التنصيص الا بفعل القول، كلمه سيت تو واشكالها المختلفه اللي هنشوفها، اصد او وندرد او ايا كانت، قال سيت تو، ده واحد هتشيك عليه واقول لك ازاي. تاني شيء بقى، خش بقى على طول على التنصيص، داخل التنصيص ندخل جوه بقى، يعني بره مالناش دعوه غير بالحارس اللي هو سيت تو انتروداكتوري فيرب. طيب جوه بقى لنا علاقه بحاجات كتير، ثلاث حاجات تانيين، اللي هو اول شيء قابلنا جوه الضمير، طبعا الضمائر اذا كان ضمائر فاعل او ضمائر مفعول او حتى صفات الايه الملكيه، اي ضمير فاعل، مي ضمير مفعول، ماي صفه ملكيه، ماين ضمير ملكيه، الحاجات دي كلها بركز عليها، بديها انا رقم اثنين، رقم اثنين، ادي واحد والاثنين. طيب زمن الجمله، فعل الجمله الموجود داخل الاقواس داخل التنصيص ياخد رقم ثلاثه، يعني ولا التند رقم كام؟ ثلاثه.
طيب أربعة بقى، أي adverb ظرف إذا كان ظرف زمان زي كلمة tomorrow، ظرف مكان زي here هنا، أو اسم إشارة زي كلمة this هذا، كل ده ياخد رقم كام؟ أربعة. يبقى اسم إشارة، ظرف مكان، ظرف زمان ياخد رقم كام؟ أربعة. الأربع حاجات اللي قدام سيادتك على الشاشة دول هم اللي هتاخدهم معاك تشيك بيهم على الجملة بتاعتك، تشوف اتحققوا ولا ما اتحققوش. إزاي بقى يا أستاذ؟ تعال نشوف. الجملة بتاعتي دايركت، التنصيص موجود، حطيت الحاجات اللي أنا هغيرها، واحد فعل القول بره التنصيص، داخل التنصيص الفاعل اللي هو الفاعل بالنسبة لي هنا الضمير، والضمير ده شيء أساسي. عندي كمان فيرب فعل الجملة أو زمن الجملة اللي هي السنتنس تنس، وعندي كمان ايه الظرف اذا كان زمان او مكان او ظرف او اداه اشاره. تمام، تعالوا نحل. بنعمل ايه دايما كالعاده؟ بنكتب الجمله بتاعتي ادي سامي، تمام، نزلت اسمها اهو. طالما دي جمله خبريه ما كانش بيسالني، ده سامي بيقول، لا بيقول انا سوف احضر الحفله تومورو غدا، يبقى دي جمله خبريه. خبريه يعني ايه؟ يعني كلمه سيت تو تبقى تولد. طب يخبر مين؟ يخبرني، تبقى تولد مي. يبقى الناس تركز اول وهله، اول حته بناخد بالنا ليها ان سيد تو يبقى مباشر، ما اختارش سيد تو الا اذا كان في تنصيص، سيد تو مع المباشر، لكن تولد يخبر غير مباشر، يعني ما فيش تنصيص. حتى كده في تنصيص يبقى سيد تو، ما فيش تنصيص يبقى كلمه تولد. تولد لازم بعدها مفعول، ما ينفعش اقول حتى بالعربي كده سامي اخبره، اخبره واسكت، لا، اخبرني، الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول، يبقى سامي تولد مي، قال لي اني، تبقى كلمه ايه بقى؟ ذات. قال لي اني، طبعا كلمه ذات ده رابط الجمله الخبريه، شلت التنصيص ده وحطيت كلمه ذات. على فكره مش بالضروره يكون موجود، ما انا بقول كده سامي قال لي هو، او سامي قال لي ان هو، ان يعني كلمه ذات، حطها او شيلها ما فيش مشكله. وانا بقول ليه؟ لان سيادتك كتير قوي تلاقي جمله ان دايركت ما فيش الرابط، ما فيش كلمه ذات، يبقى على طول جمله خبريه. جمله ايه؟ خبريه، لان الجمله الاستفهاميه او الجمله الامر ما بقدرش استغنى عن الرابط. ذات موجوده جمله خبريه، مش موجوده تبقى برضو جمله خبريه. تمام، لان ما فيش في الجمله كلمه زي كلمه اف او كلمه وذر او دبليو اتش زي هو او اتش او زي هاو او مثلا تو او نوت تو اند سو اون. تمام، طيب حطينا كلمه ذات وقلت كان ممكن استغنى عنها. عملت ايه تاني؟ الناس اللي نامت مني، حطيت سامي سيت تو مي، قلت سامي تولد مي، ربطت بكلمه ذات وشلت التنصيص. طب سامي قال لي ان هو، ما هو الكلام كده كلام منقول، ريبورتد، حد قال لحد. تمام كده، فالحد ده نقل الكلام، يبقى سامي قال ان هو. اي دي معروفه، ضمير متكلم، قد يكون متكلم ذكر، تبقى اي هتبقى عايده على سامي، قد تكون ساميه هتبقى شي. تمام كده، يعني اي ما لهاش غير حلين، يا اما طبعا تبقى هي او شي، هي او ايه حسب المتحدث. طبعا سامي هتبقى هي، يبقى ذات هي. تعالوا بقى نقف عند نقطه مهمه اللي هي رقم ثلاثة. خلي بالكم، واحد اتغيرت اهي، واحد اللي هي ست وبقت تولد اتغيرت، الضمير غصب عننا في كل الاحوال بيتغير، ما هو اصلا نقل الكلام يعني ايه؟ يعني كلام اصبح كلام غير مباشر، لازم الضمائر تتغير. ده هو اصلا الدرس ده هو تحويل ضمائر اساسا. يبقى حطينا كلمه ايه؟ هي. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف ويل اتند اللي هو زمن الجمله، 3 و4. اسمعوا كده بالعربي، بالعاميه بتاعتنا، 3 و4 بيتاثروا بواحد. 3 و4 بيتاثروا بواحد. يعني ايه قصدك؟ يعني قبل ما تغير ويل اتند بص في واحد، هي سد ماضي ولا مضارع؟ ماضي. يبقى ماضي يتبع ماضي، يجيب يجذب ماضي، past attracts past، الماضي هيشد معاه ماضي، دي سيد ماضي يبقى دي ماضي. طب دي ماضي مكتوب سيد بس مكتوب just now، سامي لسه قايل حالا، مكتوب كلمة just now، ساعتها بقى لا الكلام استطازة، يبقى مش هغير. المهم خلينا في الجملة بتاعتنا هنا، سيد ايه يا حبايبي؟ ماضي. واحد ماضي يبقى ثلاثة ماضي، واحد ماضي يبقى ثلاثة ماضي. تمام كده، ادي سيد. طيب هنعمل ايه؟ نحط كلمه الماضي من ويل، ارجع بالزمن شويه كده، الحاجات دي محفوظه بالنسبه لنا احنا النهارده بنراجع. ويل تبقى ايه يا حبايبي؟ تبقى كلمه وود. ويل تبقى وود، شال هتبقى شود، كان هتبقى كود، وهكذا. تمام، طيب ويل او وود لازم بعديهم المصدر، محدش يقول اتند مثلا تبقى كارثه، لازم ويل بعديها المصدر، وود برضو بعديها المصدر، ده فعل ناقص، تبقى وود ايه؟ وود اتند. يبقى انا كده غيرت زمن الجمله، ويل اتند بقت وود اتند. تمام كده، ذا بارتي هكتب عادي كلمه ذا بارتي وانا ماشي عادي كده، ادي كلمه ذا بارتي. طيب خش بقى في ايه؟ في اربعه.
طالما سيادتك غيرت ثلاثة يبقى لازم تغير أربعة. غيرت ثلاثة غير أربعة، غيرت أربعة تغير ثلاثة. دول مرتبطين ببعض قوي. ما غيرتش دي ما تغيرش دي، ما غيرتش أربعة ما غيرش ثلاثة وهكذا. طيب أنا حافظ في الجدول بتاعي إن كلمة tomorrow تبقى the next day أو the following day. The next أو the following. عشان كده بنقول ان في فرق بين كلمة next week و the next week. next week الاسبوع القادم القادم بالفعل، لكن the next week الاسبوع التالي على الاسبوع اللي كنا بنتكلم فيه. يعني قصدي اقول next week تبقى كلام دايركت مباشر، لكن the next week كلام غير مباشر. the following day او the next day او the day after. ناس تقول لي كده the day after مفيش مشكلة برضه صح. كده انا غيرت اربع اشياء. طب نستفيد ايه من الكلام ده؟ سيادتك لما تخش انا عارف ان الجملة هتبقى تشوز، جملة اختيارية. انت لما تخش على اللجنة او في الامتحان يبقى انا شفت الجملة باس دايركت اون دايركت، هطلع من جيبي كده الاربع اشياء اللي كان بيتكلم عليهم مستر محمد. وطبعا كل اساتذتنا في مصر. لما نقول كلمة طبعا فعل القول، اشيك عليه اشوف غير ولا لا. يا ترى هي ستو، طبعا مكتوب نفس الجملة مكتوب خير تحت كلمة ستو وكلمة تولد وهكذا. طالما اصلا ما فيش تنصيص يبقى معروف ما ينفعش كلمة ستو. تمام كده؟ اختار كلمة تولد على طول. طيب، شيكت على فعل القول؟ شيكت على الضمائر اتغير ولا لا؟ اتأكدت كمان من زمن الجملة هل صح ولا لا؟ اتأكدت كمان من الظرف هل اتعدل أو لا؟ تمام؟ طيب، أوريكم إزاي بقى الحكاية دي مهمة جدا كده في جملة اتكررت كتير جدا. تعالوا نشوف مثلا مثال زي كده، كان بيقول لي مثلا إيه؟ مثلا سامي مكتوب عندي promised that وهي نقط مثلا تمر حبايبي. هتيجي الجملة كده هيقول لي مثلا في الاختيارات مثلا comes will come would come دي كمان مثلا came. طيب هنا الجملة اصلا يا ترى دايركت ولا اندايركت؟ ده كان اول سؤال لازم اسال نفسي فيه. دايركت ولا اندايركت؟ مفيش تنصيص يبقى الجملة دي اندايركت. طب يا مستر ما انت كنت تقول فعل القول. هقول لك حبيبي ما هوش لازم يبقى كل مرة سيد. هو سامي لما بيوعد سامي بروميزد مش بيقول برضو؟ يبقى سامي سيد هي سامي بروميزد وعد. هي الجملة كده اندايركت سبيتش. سامي اعترف، سامي قال، سامي اشتكى، في افعال كتير جدا مكان كلمة يقول. تمام كده؟ هنا سامي وعدنا. يعني كان ممكن تبقى سامي سيد، اريحكم، ايه رايكم ان هي سامي سيد؟ ذات هي نقط تمورو. هتعمل ايه سيادتك؟ طلع من جيبك الاربع حاجات. اول حاجه تقول لي فعل القول هشيك عليه. تو تشيك. احط السيد بروميزد واحط رقم واحد بالرصاص. الضمائر كان بيقول لي رقم اثنين المستر. اللي بعد ذات يعني كان شلت ذات وكان مكانها تنصيص. شيل التنصيص حط كلمة ذات. يبقى بره التنصيص مالوش دعوة غير بكلمة سيد أو كلمة بروميزد. لكن داخل التنصيص الضمير هي بقت رقم كام؟ اتنين. ايه رقم ثلاثة هو اللي فيه الشغل اللي ناقص اللي هو فعل الجملة. هو ده اللي عايز أصلحه. أربعة مكتوب تومورو اللي هو الظرف بتاعنا ظرف الزمان. تمام كده؟ طيب يبقى أصبح عندي أدي أربع أشياء نشيك عليهم. سامي بروميزد that في subject verb agreement في اتفاق. سامي promised سامي وعد جملة صحيحة. that وربطنا بكلمة that وكان ممكن تكون مش موجودة. هي اختاروا كده سمعوني. سمعتوكو. في بعضكو شاطر وقال وفي البعض مننا لسه. طب تعال نشوف مع بعض ونسمع اجابته ونايه ونشوف مع بعض. كنت انت عمال تقول لنا يا مستر ان الضمير كده كده يتحول مفيش مشكلة. سامي طبعا بقى هي. لكن الاهم كنت بتقول لنا ان 3 و4 بيتاثروا بواحد. 3 و4 يتاثروا بواحد. والاهم من كده لو 3 اتغيرت 4 تتغير. 4 ما اتغيرتش 3 ما اتغيرش. طب اللي حصل هنا ايه؟ 4 ما اتغيرتش يا شطار. هي كلمه tomorrow مش في الجمله اللي فاتت كانت the next او the following day. هنا ما اتغيرتش. tomorrow زي ما هي. ده دليل على ان 3 ما تتغيرش. هنا مش هيتغير. شيء غير يعني ايه؟ ده انا عندي بروميست. هقول لك مانيش دعوه. انا عشان بروميست دي كنت تغير الاثنين.
يعني سيادتك هتجيب لي ويل، ركزوا، ويل والمصدر تبقى ويلكم. ازاي دي؟ انا عارف الناس كده وقفت ازاي حبيبي. بروميس دي كانها سيد، بس انا ببص الجمله حاجه كوكتيل على بعض، حاجه كامله. يعني تومورو ما اتغيرتش زي ما هي تومورو، مش مكتوب ذا فولوينج داي، مش مكتوب ذا فولوينج داي، يبقى خليها زي ما هي كلمه ويل. عارفين لو مكتوب ذا فولوينج داي كنت خدت كلمه وود، عشان ثلاثه تبقى اتغيرت، ويل بقت وود، وتومورو بقت ذا فولوينج داي، غيرت ثلاثه وغيرت اربعه، لكن ما غيرتهاش، ما غيرتش اربعه، مش هغير ثلاثه. حد يقول لي طب ازاي؟ هقول لك يا عمي، سامي بروميسد ذات هي نوت، سامي قال من ساعه، ما هو قال من ساعه يعني ماضي، سامي وعد من ساعه انه هيجي بكره، بكره اللي هو بالنسبه لنا يوم الاربع ده لسه ما جاش او الثلاث ما جاش، يبقى سامي وعد ان هو لسه بكره، هو وعد من شويه، يبقى الحدث لسه، تمام كده؟ يبقى تمر زي ما هي تمرو. لكن لو انا قلت لكم الكلام ده بعد بكره، يعني جيت بكره قلت لكم الكلام ده، يبقى خلاص عدى يوم، يبقى ساعتها كنت قلت ذا فولوينج داي، ساعتها بقى لو قلت ذا فولوينج داي تبقى كلمه وود. اظن كده احنا كده اتعلمنا ازاي نشيك على اربع حاجات، تمام؟ طيب تعالوا بقى ان احنا ناخد الكلام ده اصلا حبايبي بالتفصيل بقى، الجمله الستيتمنت والجمله الكويشن والجمله الانشائيه اللي هي الاوردر واذا كان نفي او اثبات، تمام؟ تعالوا كده نبص مثلا مع بعض. لو انا جيت مثلا في الجمله ستيتمنت وحطيت مثلا كده قدامنا وقلنا ادي عندنا الكلام المباشر والكلام غير مباشر. جمله قدامكم هتبان دلوقتي حالا، بيقول لي مثلا الجمله الخبريه as you can see. التعامل مع فعل القول، معروف ان طبعا كلمه سيد او سيد تو اذا كان بيقول ممكن تبقى يخبر شخص، هتبقى تولد. الناس تركز ان سيد ممكن تبقى مباشر او غير مباشر. علي سيد ذات هي وود كم، عادي. او علي سيد وفتحنا تنصيص اي ويلكم، يبقى سيد موجوده في مباشر وغير مباشر. لكن المشكله في كلمه تولد، تولد لازم فيه مفعول، لازم فيه ايه؟ مفعول. وتولد دايما تبقى اندايركت غير مباشر. طيب لكن يبقى خلي بالكم معايا، سيت تو دي مباشر، سيت تو مباشر، لكن تولد غير مباشر. تولد يعني يخبر، لازم يخبر شخص، في مفعول. سيت تو يقول لي شخص، برضه في مفعول، تمام؟ بص بقى، علي سبيس ذي ويل هيلب اف ذي كان. طبعا انا هشيك، شفت اتعلم ازاي بقى؟ ده كان ايه؟ فعل القول، كنت اكتب رقم واحد. الضمير ذي ياخد رقم اتنين. زمن الجمله ويل هيلب تاخد رقم ثلاثه. تمام كده؟ اف زي كان ضمير ياخد رقم اتنين، كان ده فيرب ياخد رقم ثلاثه. حد يقول لي ما فيش اربعه؟ مش بالضروره، ما فيش كلمه تومورو، ما فيش كلمه يسترداي، مش مشكلتنا، تمام كده؟ ده ممكن جمله يبقى فيها واحد واثنين فقط. تمام؟ طيب نشوف. فاصبح عندي الواحد، اثنين الضمائر، ثلاثه زمن الجمله اللي هو الهيلب. طيب انا هنا بقول ايه؟ بقول هنا المشكله كلها عايز اتكلم على فعل القول. فعل ايه؟ القول. لما اقول هنا لو قلت مثلا علي تيلز، مثلا علي تيلز، كلمه تيل يعني يخبر، لازم علي تيلز مي، يخبرني. طب ما فيش مي هنا، يبقى تيلز ما تنفعش. طب ازاي تقول لي علي سيد؟ سيد ده واحد ماضي، واحنا اتفقنا لو ده ماضي هيأثر في ثلاثه، هتبقى وود، هتبقى ايه؟ وود، ما تنفعش سيد. اتبقت سي وسيز. طب علي لا، ده مفرد ياخد الفعل اس، ودي سي ما فيهاش اس، يبقى الصح كلمه سيز. علي سيز ذات they will help if they can. طيب الجمله الثانيه، my daughter space her teacher had given her a reward that day. انا مش هعمل غير ان اطلع اربع حاجات. my daughter space ده فعل القول رقم واحد، her teacher معلمها، انا اتفقنا ان هي صفه ايه؟ صفه الملكيه. her دي تاخد رقم اثنين زيها زي الضمائر، ادي اثنين her teacher. had given ده زمن الجمله ياخد رقم ثلاثه، her ضمير ياخد رقم اثنين. That day ده ظرف، ظرف زمان ياخد رقم أربعة. أنا ممكن أكرر زي ما شفتوا، اتنين تتكرر ضمائر وهكذا. تاني الجملة قدامكم اللي ناقص فعل القول خد رقم واحد. شلنا كلمة ذات مثلا، وكان ممكن تبقى موجودة لأن ماي دوتر مثلا سيد ذات، قالت إني، شلت ذات. هير تيتشر، هير دي صفة، هي بتتكلم عن نفسها، ماي تيتشر أستاذي، بقت هير تيتشر أستاذها، خد رقم واحد. كان اصلها مثلا ايه؟ جيف، كان اعطاني، هنا اتحولت بقت هاد جيفن، ثلاثه متحوله. هير جيف مي، اعطاني مي، بقت هير.
كان مكتوب مثلا today النهاردة، كان أصل الجملة البنت بتقول my teacher، وطبعا هتفتح أو مثلا نكتب إيه she says ونفتح تنصيص مثلا أو she said، تقول my teacher مثلا gave me أعطاني a reward today، فإحنا قلنا أستاذها أعطاها، يبقى حولنا الكلام درجة أبعد للخلف. تمام؟ طيب أنت عندك هنا ابدأ كده إن عندك مثلا أربعة متغير، today بقت ذات day، يبقى لازم تلاتة يتغير، يعني كانت ماضي بسيط كلمة give بقت ماضي تام had given، ده اللي صح ودي صح. طيب اتبقى لك مين بقى؟ يبقى أنت عندك الحال وفعل إيه الجملة، الضمير ما هو مكتوب كلمة here ما فيش مشكلة. عندك بقى فعل القول، هنا agreed ماضي وسيد ماضي وتولد ماضي وكومبليند ماضي، كلهم ماضي يبقى ينفعوا، يبقى نختار بقى حسب المعنى. كومبلين يشتكي، هل ينفع اقول ان بنتي اشتكت ان معلمها سوف يعطيها او اعطاها مثلا اعطاها مكافأة ذلك اليوم؟ لا طبعا. طيب موافقة agreed يعني بنتي موافقة ان معلمها اعطاها؟ لا. طب قلت told، لو قلت والله my daughter told me، بنتي بلغتني my daughter told me قالت لي ان معلمها، كانت تنفع، لكن ما فيش كلمة مي هنا، يبقى الصح كلمة ايه يا احبائي؟ كلمة said، بقت my daughter said، my daughter said، said that او شلنا ذات ما فيهاش مشكلة خالص، my daughter said that her teacher had given her a reward that day. تمام كده؟ طيب ايه كمان؟ من الممكن ان يكون فعل القول احد هذه الافعال، يعني زي ما قلت لكم مش كل مره يقول، لا ده يوعد زي الجمله بتاعت يوعد، يشتكي زي ما خدناها من شويه، agreed يوافق، فعل بيقوم بالبشر. تمام كده؟ طيب تعالوا نبص كده، انا هنا مثلا بقول ان ممكن تبقى كلمه promised يوعد، offered يعرض، الكلام ده كله زي كلمه said، ها زي كلمه ايه said، او ممكن طبعا في افعال بيبقى فيها مفعول، promised me لازم في مفعول. تمام كده؟ offered me، advised me to كذا، threatened يهدد، يبقى دي كلها زي كلمة said، offered عرض، advised نصح في الماضي، threatened هدد، refused رفض، reminded ذكر فكر حد يعني، agreed وافق، وdecided قرر، كلها أفعال ماضية مبنية على الفتح. شطار. تمام. طيب أو يكون إيه فعل القول أحد هذه الأفعال ويأتي بعدهم إيه ing. طبعا ما احنا مرتبطين بايه؟ ان promised offered advised threatened refused reminded agreed decided كلها بعد تو زائد مصدر، يعني ايه؟ عالي advised me to. تمام كده؟ لكن اكيد recommend يوصي. تمام؟ طبعا denied ينكر، admit يعترف، suggest يقترح، apologize يعتذر، الافعال دي كلها طبعا بعدها ايه؟ فيرب في ايه؟ اي ان جي. تمام؟ زي تعالوا نشوف الجمل. لو جينا مثلا قلنا تطبيقا للكلام ده، هي ادميتد نوت هيز براذرز واتش. هو اعترف. تمام؟ اعترف ادميت، ده دخلنا في الوحده 13 افعال تو مصدر افعال اي ان جي. كنا عارفين ان كلمه ادميت دايما بعدها فعل فيه اي ان جي تبقى بريكنج، بريك يكسر. طيب هي نوت ذات هي هاد ستولن هيز فاذرز ماني. خلي بالكم معايا يا احبائي، انا عايز تقول لي دايركت، قال لك اه دي جمله اندايركت، ما فيش تنصيص، يبقى دي جمله اندايركت غير مباشر. طب تعالى طبق كده، هنا فعل القول ياخد رقم واحد، كلمه ذات موجوده او ممكن تتشال ما تاثرش، هي ضمير ياخد رقم اثنين، الضمير دايما رقم اثنين، هاد ستولن ده فعل الجمله كان ياخد رقم ثلاثه، هيز فاذرز ماني مش مكتوب مثلا ذات داي او مثلا ذا داي بيفور، يعني مثلا ممكن اربعه كان مكتوب مثلا ذا داي بيفور اللي هو او ذا بريفيوس داي اللي هو امس، يعني اصبحت اليوم السابق، كان اصلها يسترداي، يعني مش بالضروره يكون موجود اربعه، انا شيكت حطيت واحد اثنين ثلاثه كان ممكن يبقى اربعه اللي ذا داي بيفور او مش موجوده. طيب انت عندك اربعه وعندك ثلاثه، ماضي دي اتغير اصلها ايه؟ اصلها ان هي ستول اس تي او ال اي يعني سرقه، بقت هاد ستول الماضي تام، ما فهمش مشكله. تمام كده؟ طيب انت هنا بتقول لي بقى هي سيت تو مثلا، سيت تو لازم يقول لحد ولازم تنصيص، لو حطيت سيت تو هي سيت تو مي وحط تنصيص وما فيش كلمه ذات. طيب بيرسويد يقنع، ينفع اقول هي بيرسويد ذات؟ لازم يقنع حد، بيرسويد من الافعال المتعديه ترانزيتيف فيرب لازم في مفعول، هي بيرسويد مي. طيب بروميزد، هي بروميزد ذات، هو وعد اني، مش ماشي مع المنطق حتى او مع المعنى بتاع الجمله،
لكن هي ادمتت اعترفت ان هو سرق ساعه او فلوس باباه. طبعا دي كارثه. تبقى هي ادمتت ذات هي هاد ستولن هيز فاذرز ماني. طيب الجمله اللي بعدها ماري نوت جين فور نوت جوينج تو هير ويدنج. طبعا شخص وشخص فور انا مرتبط بالفعل تمام كده نوت جوينج عدم الذهاب تو هير ويدنج حفل زفاف تمام كده. طيب احنا هنا ينفع نقول ماري سجستد جين. مين اقترحت جين؟ ده الناس عارفه ان ماري سجستد جين. الناس حافظه ان لو شخص اقترح على شخص يبقى شود مصدر او مصدر. يعني ماري سجستد جين جو اللي هي جي او مصدر او شود جو. ايه ده؟ جين جو جين مش المفروض تبقى جوز؟ اقول لك لا ان كلمه سجست بنجيب بعديها المفعول اللي هو فعل الجمله اللي بعدها بقى هيبقى بعدها ايه؟ مصدر بدون اضافات. يبقى ماري سجستد جين جو او شود جو تذهب يعني. طيب يبقى ما ينفعش كلمه سجست اصلا. طب ينفع ماري دينايد جين انكرتها؟ لا. ديناي بعدها الفعل ثاني انكر اخذ مثلا زي كان ممكن في الجمله اللي فاتت هي دينايد تيكينج او ستيلينج. هي دينايد ستيلينج هيز فاذرز ماني. طيب كومبليند اشتكت. ماري كومبليند جين؟ لا ده كومبليند تو سمبادي يشتكي لشخص او كومبلين اباوت سمثينج يشتكي بخصوص شيء. فاصبحت بليمد ماري بليمد جين. ماري لامت من الفعل يلوم لامتها ها زي ما كانت كده روز بليمد راسندل لامت راسندل. تبقى ماري بليمد جين فور نوت جوينج تو هير ويدنج على عدم الذهاب. خلي بالكم الجيراند ده دايما كده جوينج دايما نافي الجيراند نوت والمصدر نوت والجيراند نوت وايه والجيراند يعني فور جوينج الذهاب نوت جوينج عدم الذهاب. وصلت احبائي؟ طيب نشوف بقى التعامل مع الازمنه. لو جينا قلنا مثلا نتعامل مع الزمن ازاي؟ إذا كان طبعا فعل القول أنا قلت لكم فعل القول رقم كام؟ شطار رقم واحد. واحد بيأثر في ثلاثة وأربعة بيأثر في زمن الجملة داخل الأقواس بيأثر في الظرف إذا كان ظرف زمان أو مكان أو حتى في كلمة الإشارة اللي هي this وthat وthese تمام كده and so on. تعال نشوف فعل القول هو مكتوب مثلا كلمة سد. سد يبقى الكلام ماضي بس مش كل مرة. ده ممكن جيوغرافي تيتشر معلم الجغرافيا سيد قال الراجل قال حصة وانتهت. The earth is مثلا oval الارض بيضاوية الشكل او the earth مثلا orbits the sun الارض بتدور حول الشمس. طب ما دي معلومة فاكت حقيقة. يبقى اذا كان التيتشر قال او هيقول او في اي وقت يبقى بالنسبة لنا فاكت يبقى مش غير يبقى سيد وبرضو the earth orbits فائس مضارع عشان دي حقائق ممكن زي برضو ان مثلا كان امبارح مثلا عيد الاب تمام كده وطبعا يعني تهنئه بقى لكل الاباء في كل العالم. لو جينا قلنا مثلا ان مثلا ايه ذا تيتشر سيد المعلم قال وبكتب مثلا بالتنصيص كده وي ماست اوبي اور بيرنتس يجب ان نطيع والدينا. وي ماست اوبي او بي اي واي اور ايه اور بيرنتس والدينا. ما حدش غير كلمة must. أنا عارف must إلزام أحبائي. ما ينفعش حد يقول لي the teacher said we had to. أنا عارفين كلمة must ماضية إيه؟ had to. We had to obey our parents. كان علينا أن نطيع والدينا؟ كان لزاما في الماضي ودلوقتي لأ؟ لأ. ده بالنسبة لنا واجب دائم، حاجة دايمة. يبقى برضه the teacher said we must obey our parents. تمام كده؟ طبعا كلمة سيد كمان لو بعدها زي ما قلت من شوية كلمة just now هي سيد just now لسه قايل حالا هي سيد a moment ago من لحظة فاتت برضو بقى الكلام لسه طازة يبقى ساعتها مش هغير زمن الجملة. طبعا في حاجات او شواذ كتير جدا نخلي بالنا منها هنقراها اكيد عندنا لكن حاولوا بقدر الامكان الدرس ده مهم جدا. الوحدة 10 11 12 لا جدال ان هم اكثر من جملة في الامتحان ان شاء الله. تمام تعالوا نشوف على الشاشة كده مكتوب عندي التعامل مع أزمنة إيه الجملة. إذا كان فعل القول خارج الأقواس ماضي يعني كلمة سيد ماضي تحول الأزمنة داخل الأقواس لصورة الماضي يعني سيد ماضي يا حبايبي تمام كده يبقى لازم أغير ده. طب تعالوا نشيك على الجملة دي بنفس السيستم بتاع اللي احنا متعلمينه اللي احنا بنحاول دايما نجربه كل مرة. هقول لك بص سيد اديها رقم واحد خش بعد كلمة ذات لا الضمير دي رقم اتنين النقط دي اللي هو فعل الجملة ثلاثة تايرد مثلا يسترداي كان في ممكن تبقى مكتوب يسترداي او مكتوب ذا داي بيفور. يسترداي مش هغير لان اربعه ما اتغيرتش لكن ذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي
طبعا اتغيرت، يبقى اربعه هي مش موجوده اصلا. نبص هنا بقى، سيد ماضي باست اتراكتس باست، الماضي هيجيب ماضي، الماضي هيجيب ايه؟ ماضي. ده درس ممكن يكون شرحه طويل شويه، لكن على بامانه في الحل ما فيش اسهل منه. الماضي يجيب ماضي يعني، يعني هاز ده مضارع، هاز بين ده بريزنت بيرفكت مضارع تام، ما ينفعناش. طيب ويل ده مستقبل، ما ينفعش. از بينج بريزنت كنتينيو مضارع مستمر، ما ينفعش. يبقى الصح كلمه هاد بين از يو كان سي. طيب اذا كان هناك اكثر من ماضي فاستدعي اشاره زمنيه. يعني ايه دل على الزمن؟ تعال نشوف. يعني مثلا مكتوب عندي كلمه زي مثلا كلمه كلمه ذن، ده ماضي مستمر. مكتوب at the moment او the moment، تمام كده؟ طبعا at the moment في اللحظه، يبقى اكيد لما اشوف كلمه now مثلا اللي هي اصلا في الدايركت وحولتها then، او at the moment at this moment وبقت at that moment مثلا، يبقى اكيد ده كان مضارع مستمر. كان am is are وفعل فيه ing اتحول لماضي مستمر was were وفعل فيه ايه؟ ing. طيب كلمه زي كلمه مثلا yesterday هتبقى the day before او the previous day، او مثلا كلمه زي مثلا كلمه مثلا today النهارده هتبقى that day، last night that night، مش عارف كلمه before ago هتبقى before. يعني قصدي اقول ان في كلمات كتير جدا، ده جدول سيادتك موجود عندك تكون مراجعه عشان تعرف التحولات شكلها ازاي، تمام؟ تعالوا نبص كده على المثال اهو. عندي مكتوب عندي مثلا هاجر said that she spaced her homework the night before. تعال نشوف كده اللي هو الجمله المكتوبه عندنا تحت. انت كنت بتعمل ايه؟ الجمله دي جت في الامتحان مثلا، هعمل ايه؟ كالاتي، اطبق اربع حاجات. سد فعل القول، انا هعمل كده وانا بحل، انا كمحمد هعمل كده. هقول والله كان بيقول اربع حاجات. سد تاخد رقم واحد، ما مظبوطه هاجر سد، تمام كده؟ ربطت بكلمه ايه؟ ذات، ماشي. بعدها ضمير شي، شي عايد على هاجر، كنت عارف يعني في المعلوم كان في تنصيص، كان بيقول اي انا، يبقى اي بقت شي، تمام. طب ثلاثه فعل الجمله مش موجود. اتنين برضو هير ده ضمير، هوم ورك ذا نايت، ذا نايت بيفور، نايت بيفور كان ايه؟ كانت لاست نايت، تمام كده؟ الليله اللي فاتت، فهي كان اصلا كانت لاست نايت وتحولت، دي بقى دي اربعه، اربعه تحول يبقى ثلاثه يتحول، اربعه تحول يبقى ثلاثه ايه؟ يتحول، تمام كده؟ طيب ده ماضي، سيد ماضي، يبقى عايز ماضي، الماضي سيد داز، لا داز ده مضارع. الماضي واز دوينج، واز دوينج ماضي، بس ماضي ايه بقى؟ ماضي مستمر، ده موجود ينفع معانا. ديد ماضي تنفع لانها ماضي بسيط، هاد دان ماضي تام. طب انا عندي كده حيره بين بي وسي ودي. ارجع لكلمه ذا نايت بيفور، الكلمه دي اللي بتدل عندي ذا نايت بيفور، ذا نايت بيفور يعني ايه يا حبايبي؟ يعني كانت اصلها لاست نايت، ارجع لاصلها لاست نايت. طب هي لاست نايت كانت بتيجي مع مين اصلا؟ لاست نايت بتيجي مع الماضي البسيط، كلمه لاست مع الماضي البسيط، تصريف تاني تصريف تاني تصريف تاني، يعني كان اصلها ديد، كان اصلها ايه؟ كان اصلها قبل التحويل ديد. لكن تعالوا نشوف، اذا كانت لاست نايت بقت ذا نايت بيفور، اذا كانت تاني بصوا كده، لاست نايت كان معاها ديد، كان معاها ديد، طب لاست نايت بقت ذا نايت بيفور، يبقى ديد تبقى ماضي تام. الماضي التام يعني اجيب كلمه هاد من عندي وتصريف تات من كلمه ديد تبقى دان، هاد دان، هاد ايه؟ دان. كان شكلها كده الناس، انا عارف اللي هي ايه، اللي هي برضو بتاخد وقت او مجهود في انها تفكر. لو كان هي اصلا اصل الجمله كان فيه في الجمله اربعه لاست نايت وكان معاها ديد، تمام كده؟ يعني بالظبط كده اي ديد ماي، كانت بتقول اي ديد ماي هوم ورك لاست نايت، كان اصل الجمله كده وكان تنصيص اهو عشان تبقى دايركت، اي ديد ماي هوم ورك لاست نايت، انا عملت واجب امبارح. طبعا سيادتك بره كان فعل القول، هبدا من اثنين اللي هو الضمير ياخد رقم اثنين، ديد فعل الجمله ياخد رقم ثلاثه. طبعا لاست نايت ده كان اربعه، صفه الملكيه طبعا ده ضمير هيبقى ايه، او ده طبعا ليه علاقه بالضمير ياخد رقم كام؟ اثنين برضه. تعال نحل، اي اللي كان بيتكلم كانت هاجر هتبقى شي. طيب لاست نايت موجوده اصلا في الجمله، مكتوب اصلا ذا نايت بيفور، ذا نايت بيفور. طيب ماي هوم ورك واجبي تبقى واجب هاجر تبقى هير هوم ورك. طب ديد بقى اشمعنى؟ انزل ديد تاني، ما هي موجوده في الاختيارات، كان مكتوب ديد واز دوينج وهاد دان، لا ده تحول وده تحول وده تحول، اشمعنى بقى كلمه ديد يا شطار؟ ديد تتحول، هي ديد ماضي ايه؟ ماضي بسيط تصريف تاني من دو او داز، بقت ماضي بسيط ديد. الماضي البسيط يحول لايه؟ اقدم شويه ماضي تام. الماضي التام يعني هاد من جيبك، هاد من عندك،
والتصريف تاعت من كلمه ديت تبقى كلمه دان، تبقى هذه ايه؟ دان. بقت الجمله بتاعتي شي هاد دان هير هوم ورك ذا نايت بيفور، اصبح عندي كده الجمله بتاعتي اتحولت. انا اتعلمت لما الاقي بص زي مثلا ايه، تعالوا نشوف الجزء الثاني اللي ورا ده، مكتوب مثلا كلمه مثلا ذا فولوينج، تمام كده ذا فولوينج، مكتوب مثلا ذا فولوينج داي او ذا فولوينج ويك، تمام كده، ومكتوب مثلا هنا ذا مثلا previous. previous يعني ايه؟ السابق احبائي، تمام كده، او before the previous مثلا week، او the week before، the week ايه before. دي دلالات بتساعدنا قوي في الحل. يعني ايه؟ لما تقول the following ده مستقبل، يبقى سيادتك ترجع بالوحده اللي كنا ناخدها، الوحده الرابعه اللي هي الكلمات الداله على المستقبل. طب دي اربعه ماذا ظرف يا حبايبي، the following week كان اصلها next week، وذا previous week كان اصلها last week، يبقى دي next ودي last. في الحالتين ده كان بيبقى في الترتيب بتاعنا رقم اربعه بتاع الجمله. طيب اذا كان following كان اصلها next مستقبل، طب انا خدت ايه في المستقبل؟ خدت كلمه will، يبقى هنا هتتحول تبقى would، عشان دي محولة، يبقى دي محولة next بقت the following، يبقى will بقت would. طب خدت am و is و are going to، يبقى was أو were going to. طب خدت am و is و are وفعل فيه ing ده اللي على المستقبل لو في ترتيبات، هتبقى was أو were زائد فعل فيه ing. انت عارفين بعمل ايه؟ انا بحاول اقول لك لما تلاقي كذا تختار كذا. اذا لقيت كلمة the following ده مستقبل، ترجع انت كنت بتدرس ايه اصلا في المستقبل؟ بتدرس will والمصدر، will بقت would، كنت بتاخد am و is و are going to، am و is و are بقت was و were going to، رجعت لورا ماضي. كنت بتاخد مضارع مستمر عشان يعبر عن ترتيبات arrangements، يبقى اذا كانت am و is و are وفعل ing تبقى was او where وفعل في ing، زي I am traveling tomorrow هتبقى he was traveling the following day. يبقى دايما هتلاقي دايما the following، هتلاقي في الاختيارات مكتوب مره كلمه would، او مكتوب was او were going to، او was او were وفعل فيه ing. طب مكتوب the previous، previous يعني كان اصلها last. طب last يعني كان ايه؟ كان ماضي بسيط وتحول لماضي تام. last كان مثلا معاها كلمه زي كلمه مثلا did كماضي بسيط، او studied ماضي بسيط. طيب لكن لو تحولت last the previous، يبقى هنا في ماضي تام، الماضي تام يعني كلمة ايه؟ هاد، والتصريف كام؟ تالت، هاد تصريف كام؟ تالت. وصلت؟ يا ريت نكون استوعبنا اللي انا بتكلم فيه، تمام كده؟ طيب ما زلنا احنا بنتكلم احبائي في كل التركات اللي ممكن استخدمها او تكون موضع اسئلة. يعني احنا اكيد اثناء السنة ناقشنا كتير جدا انا ومسز ايمان، ناقشنا او اتكلمنا في كل الجزئيات الخاصة ب دايركت وان دايركت، ويمكن حلقتين بالتفصيل ممل في كل حاجه اتكلمنا فيها. احنا النهارده بنتكلم على احنا ممكن نعمل ايه في الامتحان، وخلونا ما ننساش طبعا ان احنا اكيد باذن الله المره الجايه اللي هو بكره باذن الله كمان من 3 ل 5 مهم جدا نحل النماذج بتاعت الوزاره. هنناقشهم مع بعضهم مع بعضنا باذن الله كده، ونشوف كل التركات اللي فيهم باذن الله، مع بالاضافه لحاجات ثانيه طبعا، على اساس ان احنا كل شفنا في العربي، انا اللي عرفت طبعا من كل زمايلنا في العربي واساتذتنا هنا في القناه، قالوا ان كل الاسئله اللي كان موجود في النماذج بتاعه الوزاره، النماذج الاسترشاديه، كان قريب جدا منها الاسئله، وقد كان فيها كمان اسئله بالنص موجوده في الامتحان. عشان كده مهم جدا نركز على النماذج دي ونناقشها مع بعض باذن الله. تمام، تعالوا نستكمل مع بعض. لو قلت مثلا as you can see، كنت بتكلم على الازمنه ما حولهاش امتى بقى؟ تعال نشوف اذا كان فعل القول خارج الاقواس مضارع او مستقبل. يعني اذا كان فعل القول مضارع انا ما بغيرش، لكن لو ماضي بغير زي ما قلنا. اذا كان فعل القول خارج الاقواس ماضي ولكن ذكر مع الكلمات، زي ما قلت كلمه ايه؟ جاست ناو. يعني مكتوب مثلا كلمه سيد، بس سيد جاست ناو. الكلام قدامكم، ركزوا، مش هحط ده على الشاشه اهو، سيبكم شويه تبصوا عليها. يعني في مثلا كلمه زي كلمه ايه؟ شي سيد جاست ناو، يعني بعد كلمه سيد مثلا في كلمه جاست ناو، يبقى الكلام لسه طازه. شورت تايم او شورت تايم او مومنت اجو
في حاجه تدل على الكلام لسه جديد. اذا كانت الجنون داخل اقواس طبعا حقيقيه زي ما قلت لكم، الارض كرويه، الارض بتدور حول الشمس وهكذا. حقيقه علميه طبعا زي ما تقول لي مثلا مش عارف ايه هون وي مثلا هيت مثلا مش عارف ايرون الحديد مثلا اتكسباندز، دي ما اقدرش اغيرها، ما اقولش وين مثلا وي هيتد، لا في كل مره بيحصل ان هو بيتمدد. مرحلات اف الصفريه والثانيه والثالثه، تخيلوا الحاله الزيرو كونديشنال، ما حقيقه ما بغيرش. الحاله الاولى اغير، لكن الحاله الثانيه ما بغيرش، الحاله الثالثه ما بغيرش. تمام كده؟ طب تعال ناخد الكلام ده بشكل عملي عشان قدامكم كده ممكن الناس تقول طب ازاي؟ ادينا مثال. هقول لك حاضر، المثال موجود. اتفضل سيادتك اهو عندي. بيقول لي بقى ايه؟ علي هاد جاست تولد احمد، علي قال لسه حالا قايل لاحمد ان هو عمل الواجب. تعال نشوف كده، تعال نشوف المثال بيقول ايه؟ يس، مرة تانية قدامكم اهو. علي هاز جاست تولد احمد. ما هي لو في كلمة ايه؟ علي تولد بس ما فيش كلمة هاز جاست، كنت قلت والله ماضي هختار له ماضي. لكن جاست دي معناها توا او حالا، لسه قايل حالا، جاي مع المضارع التام هاز او هاف وتصريف تالت. يبقى لازم بالنسبة لنا ذات. انت قلت له مضارع تام، اقول لك مضارع التام انا هاز او هاف تصريف كام؟ تالت. ما اقدرش اقول ان كلمة تولد اجيب معاها ماضي. ليه؟ عشان كلمة جاست جت معاها. او هي علي تولد مي او تولد احمد جاست ناو او ا مومنت اجو، ساعتها ما اقدرش اقول كلمه ديد ولا هاد دان ولا كلمه ايه واز دوينج، خدت كلمه هاز دان، وعلى فكره هاز دان مرتبطه او بكلمه ايه جاست. تمام. طيب هنا كمان يبقى ده بالنسبه لنا ليه ما غيرتش عشان كلمه جاست. طب ذا تيتشر سيد ذا نيو يورك نوت بيجر ذان كايرو، المعلم بتاع الجغرافيا بتاعنا قال لنا ان نيويورك، تمام كده، ولايه في امريكا طبعا، قال لي ان اكبر من القاهره. دي حقيقه يا جماعه، الحقائق ما تغيرش. تبقى على طول كلمه ايه؟ ما قلتش كلمه واز، كانت. الا اذا تمددنا بقى وعرفنا ان هي القاهره مثلا الجديده او العاصمه الجديده مثلا هتبقى وهكذا، ده غير بقى. لكن دلوقتي بالنسبه لنا معروف ان نيويورك اكبر من القاهره، بقت كلمه از تحيه. تمام كده؟ طيب احنا كده اتكلمنا عن كل الجمله الخبريه. سريعا برضو اخش على الجمله الاستفهاميه وبنفس السيستم نفس المنطق، بس الفكره ان بدل ما اقول كلمه يخبر يبقى يسال، يعني بدل ما كلمه سيد بتبقى دايما موجوده، وطبعا ما بنحولش احنا ده الكلام جاهز، يعني اقول مثلا شي سيد، لا هتبقى شي اسد، اسد يعني سالت، او شي واندرد تساءلت، شي wanted to know عايزه تعرف، شي would like to know، شي inquired بتستفسر. طبعا اكيد بيستفسر، يبقى الرابط مش كلمه ذات، الرابط دايما اما دبليو اتش. دبليو اتش يعني ايه يا حبايبي؟ يعني كل كلمات الاستفهام اللي بتبدا بالدبليو اتش، زي why where when who which whose او اتش او. اتش او زي كلمه هاو، هاو ميني، هاو بيج، هاو تول، هاو فار. تمام كده؟ طيب او اليس نو كويستشنز، كل الاسئله اللي بجاوب عليها بايوه او بلا، اللي بسال بيها فعل مساعد او فعل ناقص، هربط طبعا اكيد فيها بكلمه اف او كلمه وذر، دبليو اتش اي تي اتش اي ار. نشوف الكلام ده بشكل مكتوب. تمام، بصوا كده الجمله الاستفهاميه، التعامل مع فعل القول. اكيد طبعا بحط كلمه اسد، يسال، زي احمد اسد مي، احمد سالني، او احمد اسد اف، احمد سال لو، مفيش مشكله. يعني كلمه اسك ممكن سيادتك تجيب مفعول او ما تجيبش، مش فارقه. لكن كلمه زي كلمه واندرد بالعربي يتساءل، وحد بيقولك احمد يتساءلني، ما ينفعش. يبقى واندرد انكوايرد يستفسر، دول ما يجيش بعدهم مفعول. تمام كده؟ هاد نو ايديا، ما عندوش فكره، ما هي نفس القصه بعينها. wanted to know، would like to know، عايز يعرف، كل ده بدون ايه؟ مفعول. لكن asked لازم احط مفعول او ما احطش، ما فيش مشكله، دي الوحيده اللي يجوز فيها استخدام مفعول. he not how many cakes I had eaten the previous day. طيب دي جمله ايه يا اساتذه؟ استفهاميه. طب عرفت ازاي؟ عشان كلمه how many، كم عدد، كان بيسال. طب اعمل فيها اللي كنا بنعمله في الجمله الخبريه؟ ايوه، اعمل اربع حاجات. اللي ناقص عندك مين؟ فعل القول، هو اصلي ايه؟ هو كان بيسال او كذا، احط رقم واحد يا استاذ، ادي فعل القول. طيب اتنين كانت ايه يا استاذ؟ كانت الضمائر، شطار، ما هو اي ده ضمير. تمام كده؟ هاد ايتن ده زمن الجمله، خد ثلاثه. ذا بريفيوس داي خد اربعه. تمام كده؟ كان اصلها ايه؟ كان اصل الجمله، تعال نشوفها كده، يعني كان اصلها مكتوبه ازاي؟ خلينا نقول مثلا ايه؟ سامي، انا ما اعرفش ليه ماسك سامي النهارده، معلش، ادي سامي سيد، كان اصلها كده. وبعد كده بقى لي مثلا ايه؟ هاو ميني كيكس، الكيكس اللي اكلها الملك في القصه بتاعتنا ده برزنتك زنده،
وتسمم. How many cakes did you eat yesterday يا ريال كينج؟ تمام كده؟ ادي الجملة بتاعتنا. سامي سيد How many cakes did you eat yesterday؟ اتحقق من الجملة يا حبايبي كده؟ الجملة دي بالنسبة لي اندايركت غير مباشر، سوري مباشر، مباشر دايركت عشان في تنصيص اهو. طيب طب شكل الجملة داخل اقواس، سؤال. هاو ميني ادي كلمة استفهام، هاو ميني كيكس دي كلمة استفهام لغاية لما اقع في الفعل ده كله كلمة استفهام. ديد فعل، يو فاعل، ديد بعدها مصدر ايت، يسترداي وادي علامة استفهام، يبقى كده كلامي صح. دي بالنسبة لي دايركت كلام مباشر. تعال نحولها، كنت بتعمل ايه؟ بتحط اربع حاجات، سد تاخد رقم واحد فعل القول. طيب خش على الجملة، التنصيص مالكش دعوة بحاجة بره غير كلمة سد. كنت بتدور على الضمائر، الضمائر فين؟ هاو ميني كيكس ديد يو، يو ضمير ياخد رقم اتنين، ايت ديد يو ايت ده زمن الجملة، فعل الجملة ياخد رقم كام؟ تلاتة، يبقى ده تلاتة وده تلاتة، ده فعل الجملة، فعل في الجملة بيأثر في الزمن، يبقى ياخد تلاتة. يسترداي ده الظرف ياخد أربعة. أنا كده شكلتها حطيت النقط بتاعتي. طب تعالوا نحل، هتقول لي سامي، طب هو سامي هنا كان بيقول ولا كان بيسأل؟ هتلاقي انت مكتوبه في الامتحان جاهزه، بدل ما سيد هتبقى سامي اسد، او مكتوب عندك سامي وندرد، سامي وانتد تو نو، ماضي يبقى ماضي. طب هنا اربط بكلمه ذات، قال لي لا كلمه ذات كان في الجمله الخبريه، ذات في الجمله الخبريه، لكن دي اتش او، هاو اتش او، اتش او اربط بنفس كلمه استفهام، يعني كلمه هاو، هاو بس لا، ما هو كلمة استفهام هاو ميني كيكس على بعضها لغاية لما تقع في الفعل، يبقى كل ده كلمة استفهام. هاو ماتش ماني، هاو ميني كيكس، اربط بيها كلها هاو ميني كيكس. طب انت لاحظت حاجة، المباشر 3 2، الغير مباشر 2 3، ايه ده؟ المباشر اللي فيه تنصيص 1 3 2، 1 3 2، لكن سيادتك في الغير مباشر هتلاقي 1 2 3 الترتيب الطبيعي. يعني ايه؟ يعني قصدك اجيب اتنين قبل تلاتة، اتنين ابدا بعد الرابط الفاعل، بعد الرابط الفاعل، يعني يو عايدة على مين؟ تمام كده؟ على سامي. تمام كده؟ كان بيتكلم على نفسه، حد او سامي سال هاو ميني كيكس ديد يو، كان بيكلمني انا، سوري بيكلمني انا، سامي بيسالني انا مش عايدة على سامي، يبقى ايه؟ هاو ميني كيكس اي، على فرض بيكلمني انا، يعني سامي سيد تو مي، عشان يبقى واضح قدامنا، سامي سيد تو مي، مي ده اللي هو ايه؟ انا بقت اي، بقت سامي اسد هاو ميني كيكس اي، يبقى يو جت الاول. طيب لو شلت سيادتك يو من هنا اتبقت ديد وايت، ديد وايه؟ 3 بعد 3 اهو، تاني شلت يو اتبقت كلمه ديد وايت، ديد وايت ده زمن ايه؟ ماضي بسيط، ديد لما تيجي في السؤال زي كده تعرف ان بس سيم التصريف تاني، يعني اصلها يا حبايبي ديد وايت اصلها ايت، ماضي بسيط. طب ما انت بتقول اذا ده اتغير او سيد ماضي لازم تغير ده، الماضي بس هو ماضي مين؟ تام، الماضي التام يعني هاد، والتصريف الكام؟ التالت، من ايه تبقى؟ ايتن، هاد ايه؟ هاد ايتن، هاد ايتن. طيب خلصت من كلمة ايه بقى؟ بدل did you eat بقت I had eaten، did you eat I had eaten، yesterday the day before او the previous day، the day before او the previous day اليوم السابق، وتبقى الجملة بتاعتي كده سامي asked how many cakes I had eaten the previous day. عارفين بيعمل ايه؟ بيقول لي مثلا نفس الجملة كده ويبقى التشويس فين بقى؟ يقول لي مثلا سامي asked me وبعد كده نقط وبعد كده I أو كلمة eaten yesterday أو the day before، eaten the day before تيجي بالشكل ده. طيب اديني A و B و C و D، يقول لي مثلا ايه؟ سامي asked me how many cakes had I، تمام كده؟ او how many cakes I had، how many cakes لغايه كلمه cakes did I، او how many cakes I did، حتى ممكن تبقى تشويسز طويله شويه كده. اسيبها قدامكم عشان تركزوا شويه. هي سامي asked me eaten the day before، انا ممكن اقول حاجه بسيطه جدا،
لو انا شفت كلمه ديد اي اللي هو اختيار رقم 3 عمري ما هقدر اقول ديد اي ايتن، لا ديد تصريف، يبقى مصدر ديد اي ايت، تمام كده مثلا. لكن المفروض طبعا تبقى هاد، يبقى ديد ما تنفعناش. ولو قلت اي ديد ايتن عمرها ما تنفع بالمنظر ده، ممكن اي ديد ايت كتاكيد اي ديد ايت، وطبعا هنا بالنسبه لي حولت، فما ينفعش لا سي ولا دي. الفكره كلها هاو ماني كيكس، يا ترى هاد اي ولا اي هاد؟ انت قايل طالما انك انت بتحل وربطت بنفس كلمه استفهام هاو ماني كيكس يبقى لازم اتنين قبل تلاته. هو اتنين يعني ايه دايما بحفظك؟ اتنين الضمير، اتنين هو ايه؟ الضمير اللي هو اي، اتنين اللي هو ايه؟ اي، تبقى اي هاد، اي ايه؟ هاد، اتنين والفعل تلاته، اتنين والفعل ايه؟ تلاته، تمام كده؟ تبقى هاي اي هاد ايه؟ ايتن، لكن هاد اي يبقى تلاته واتنين، تلاته وايه؟ واتنين. دي النقطه اللي بيسال فيها دايما في السؤال، يا ترى بعد الرابط بحط الضمير ولا بحط الفعل؟ لا، بعد الرابط بحط الاسم او الضمير، اسم او ايه؟ او ضمير. زي ايه بالظبط برضو سريعا كده؟ زي مثلا سوها اسد، ومثلا مثلا لا ذا نايت بيفور، ذا نايت بيفور. يا ترى اسد وير هاد اي بين ولا where I had been، بتيجي بالمنظر ده، تمام؟ ادي ايه وادي بي مثلا. على طول والله كده انا بتاكد من الكلام ده، اروح عامل ايه؟ اروح سائل نفسي هل الكلام ده دايركت ولا اندايركت؟ ما فيش تنصيص. يبقى الكلام ده بالنسبه لنا كلام ايه؟ كلام غير مباشر، تمام؟ غير مباشر. يبقى قصد فعل القول سالت قالت، يبقى خدت رقم واحد. طبعا الرابط موجود لكلمه وير، ربطت بنفس كلمة استفهام كلمة وير. طيب بعد كده المفروض ادور ايه؟ طالما انه غير مباشر يبقى لازم ايه؟ اتنين قبل تلاتة، اتنين قبل ايه؟ تلاتة. اتنين ده مين؟ الضمير. هتلاقي هنا هاد ده تلاتة والضمير اي ده اتنين. لكن الصح بتاعنا اتنين الاول وبعد كده تلاتة. هتلاقي نفسك مختار على طول اللي هي بي، تبقى وير اي هاد بن، وير اي هاد بن. يعني سهى سالت انا كنت فين؟ ذا نايت بيفور، الليلة السابقة. اتفقنا كده؟ طيب. تعال نشوف كده التعامل مع أداة الربط يا جدعان يا شطار، تمام؟ لو جينا قلنا مثلا تعال نربط الربط، نربط الجملة الاستفهامية بإيه بقى؟ تعال نشوف كده سريعا. أكيد طبعا بربط بكلمة if أو كلمة whether، تمام؟ if أو إيه؟ أو whether، if أو whether. الناس تركز، whether دي أصلا W H E T H E R، مش W E A T H E R اللي هي كلمة الطقس، لا، دي معناها لو زي كلمة if. طيب إيه الفرق؟ طبعا نميل الى استخدام وذر اذا جاء بعدها اور، وذر اور لو فيه في الجمله كلمه اور او كلمه اور نوت في اخر الجمله استخدم كلمه وذر، تمام؟ اذا كان مدينا طبعا في الاختيار اف وذر مع بعض. تعال نشوف شي او وي اسكت هير واز فريندلي اور دينجرس، سالنا اذا كان الكلب بتاعها كان فريندلي ودود يعني ما بيعضش، او دينجرس يعني خطير، تمام كده؟ هنا بقى لو احنا سالنا لو يعني كلمه اف او كلمه وذر، اف او وي، طب ما ادانيش اف، اداني كلمه ايه؟ وذر، عادي اختار وذر، تمام كده؟ لكن طبعا ذات مع الجمله الخبريه وكلمه اسك يسال يبقى ما تنفعش خالص. طيب هاو لونج هي هاو لونج هير دوج، ما ينفعش المعنى مش ماشي ولا وات، تمام؟ يبقى خلينا كلمه وذر. طيب ساره اسكت وي wanted تو هاف فور لانش، تمام كده؟ ساره سالت، ادي كلمه اسكت، ذات مع الجمله الخبريه. طبعا ممكن استخدم كلمة وات او وذر او واي مع الجملة الاستفهامية. وذر اذا كانت الاجابة يس او نو، يعني ايه؟ وي wanted تو هاف فور لانش، هو ده انا هرد عليه بايوه او لا؟ ما ينفعش وذر، يبقى واي او وات، طبعا حسب المعنى. المعنى بتاعي بيقول ايه؟ وات وي wanted تو هاف، هناخد ايه على الغداء؟ وصلت؟ يس yes. طيب مع الزمن او التركيب، لو سريعا كده معلش تاني، قلنا مثلا الزمن او التعامل مع زمن وتركيب الجملة داخل الاقواس، اتفقنا ان لو حطيت كلمة if او كلمة whether على طول يا حبايبي، او آلة الاستفهام لازم بعدها فاعل اللي هو مين؟ اتنين الضمير. اكتبها كده ايه لحد يعني ما تكونش واضحة قدامكم، ركز، ده اتنين ده بالنسبة لنا اهو الضمير الفاعل، وبعد كده فعل من افعال الازمنة الماضي مع الحالة الشاذة طبعا اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني هنا بعد الفاعل اتنين بعد كده يجي الفعل اللي هو رقم كام؟ تلاتة. تعال نشوف they asked if not Toronto before، تورونتو دي موجودة في كندا. طبعا انا بالنسبه لي بتصرف ازاي؟ نفس السيستم، الاربع حاجات، اسكت ده فعل القول رقم واحد، اف ده الرابط مالناش دعوه بيه. طيب وبعد كده هنا كلمه بيفور كانت هي اصلا
بالنسبه لي ده المفروض اللي هي الظرف. هنا المفروض بعد اف لازم يجي ايه؟ الفاعل. ما هي الجمله ما فيش تنصيص، ما فيش ايه؟ تنصيص. تبقى اندايركت. اندايركت يبقى بعد الرابط الفاعل، بعد الرابط الفاعل، بعد الرابط الفاعل، بعد الرابط الفاعل. انا شوف قلتها كم مره؟ بعد الرابط لازم يجي الفاعل في الاندايركت اللي ما فيهوش تنصيص. فاعل يعني ايه؟ يعني ما فيهاش هاد، لا يبقى وي، يبقى ايه؟ وي. طب مره وي هاف ومره وي هاد، يعني ايه دي ما تنفعش ودي ما تنفعش؟ لان دي بادئه وي، وي بي او سي. طب ايه الصح؟ الماضي بيجيب ماضي، است ماضي، ماضي يبقى لازم اجيب ماضي. الماضي يبقى كلمه هاد ايه؟ هاد فيزيتد. تمام كده؟ تبقى وي هاد فيزيتد. طيب ذا جادج اسكد كارم هاو لونج، القاضي سال كارم هاو لونج. ده عن ذا اكيوزد المتهم، يعرف المتهم من امتى؟ اكيوزد الشخص المتهم. طيب هعمل نفس السيستم، طبعا است ده فعل القول ياخد رقم واحد، هاو لونج الرابط مالناش دعوه، بس بعد الرابط طالما ما فيش تنصيص بجيب الضمير. الضمير هي 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 موجود اربع مرات. نخش في حاجه تانية، خلصت من الضمير. طيب اتاكد ان الماضي بيجيب ماضي، است ماضي، ماضي ما ينفعش اجيب از لان از مضارع. تمام كده؟ طيب ووز ماضي، بس عمره ما حاجه اسمها هي واز نوينج، الفعل يعرف ده ما يجيش في الاستمرار اصلا، ما تشوفوش ابدا في اي ان جي. تمام كده؟ طيب هنا وود نو، تمام، وهاد نون. طيب انا اقول لكم ايه؟ اقول لكم من امتى تعرف هاو لونج، بتكلمك على ماضي. تمام كده؟ يبقى الماضي تحول لماضي مين؟ تام. الماضي التام يبقى هاد وتصريف ثالث. لكن من امتى هتعرف المتهم؟ يعني ما ينفعش الكلام، كان اصلها ويل مثلا وبقت وود، لا ده كان يتكلم على مستقبل، لكن ده بيتكلم على شيء حصل. وصلت؟ طيب سريعا، لا تنسى ان افعال التفكير والمشاعر والتملك والحواس طبعا الحاجات دي كلها ما بتجيش فين؟ في الاستمرار، زي ذا بوليسمان اسكت مي اف نوت ماي درايفنج لايسنس. تمام كده؟ طيب هنا بقى اي هاد، دو يو هاف، كان اصلها طبعا كلمه دو يو هاف، دو يو هاف في السؤال بقت ايه؟ اي هاد. تمام كده؟ طيب هي اسكت مي جاست ناو، سالني، ادي كلمه جاست ناو، يبقى اكيد ما فيش تغيير. احنا اتفقنا جاست ناو ما تاثرش في الفعل، طالما موجوده مع الفعل زي كلمه اسكت يبقى ما تاثرش في فعل الجمله. تبقى اف اي ويل واتش ذا فوتبول ماتش اون تشانل 2، لو هشوف المباراه على القناه الثانيه. حاجه اخيره احبائي، طبعا اخليها معلش للجمله الامريه. طبعا في الامر بالذات كلنا عارفين بنستخدم تو مصدر في الجمله المثبته ونوت تو زائد الجمله لما تكون منفية. تعال بص كده سريعا، لو قلت مثلا the mother او her mother suggested that، فاكرين كده قلت ايه؟ her mother اقترحت اني شخص اقترحت. لو في كلمة that وجبت فاعل تاني، فاعل تاني يبقى لازم اجيب مصدر. شايفين مكتوب ايه؟ she يعني مامتها اقترحت ان هي that she، هي عمر she تاخد go؟ قال لك هنا مضطرين، هي اصلا she goes es يعني، قال لي لا، طالما شخص اقترح ان شخص يبقى مصدر. طيب ذا تيتشر نوت هيم نوت تو، ادي الرابط اللي قلنا منفيه، كان اصله بيقول له ايه؟ دونت توك، كان بيقول له دونت توك during the test، ما تتكلمش اثناء الاختبار. يبقى ذا تيتشر انستراكتد، اداله تعليمات. نوت تو اداله تعليمات الا يتحدث، الا يتحدث، يبقى نوت تو. تمام كده؟ زي بالظبط كده لو جيت قلت هي ادفايزد مي، نصحني هير انيثينج، ان اسلفها ولا ما اسلفهاش؟ هو قال لي انصح الا اقرضها، الا اسلفها، يبقى نوت تو ليند. طبعا طالما دايما منفي يبقى نوت تو. تمام كده؟ ما اقدرش اقول دونت، لا، هي ادفايزد مي نوت تو ليند. شي نوت مي تو جو تو ذا بارتي، تمام؟ يبقى عزمتني، يبقى شي انفايتد مي، شي انفايتد مي تو جو. اذا كان طبعا مثبت تبقى تو جو، ولكن نفي نوت تو. تمام؟ احنا بكده النهارده نقدر نقول ان كملنا جزءك في الوحده الثامنه، خدنا الوحده التاسعه، خدنا العشره 11 12، باقي لي 13 و14. واكيد طبعا الناس سالتني امبارح على الجزئيه من 1 لـ 4، هقولهم طبعا اكيد باذن الله، لكن المره الجايه على وعد ان شاء الله باذن الله بكره من 3 لـ 5 انتظروني، هناقش طبعا في عجاله كده سريعه، مش هاخد نص ساعه في الاول كده في حل مثلا النموذج الاسترشاد الاول، وبعد كده نكمل مع بعض. ما تنسوش طبعا ان لسه عندي القصه، ولكن احنا مازال لسه عندنا بكره وعندنا بعده باذن الله، وطبعا بنكمل بعض انا ومس ايمان وبنحاول نغطي كل اجزاء المنهج. الى ان نلتقي، until tomorrow ان شاء الله، until that time good luck and goodbye.